عليها الفنان والإعلامي نزار الخالد، وذلك من خلال قناته الخاصة على اليوتيوب وحتى باقي حساباته الأخرى التي يقوم يسألني اللي يحب صدام، أنت ليش تحكي على صدام؟ وليش اسم صدام؟ من الجيش، أما فكان أخطر الجيش تبالي، خلى مثل عناق العمامية أمام القناة الدرسة. زين أنت شفت ابن عمك؟ وشفت حمايته الشخصية اللي ويانا؟ ظهر بالحلقات والبرنامج مالتنا. الموضوع ينور عليه وحديث عليه حكي على ذلك. أنا جامد وجامد غيره وجامد غيره، لكن كان جامد الأخطاء اللي صارت بالسابق واللي كنت أشوفها أيضاً أجاب من الخلص وأسكت حالي حوله. قال لك صدام مجرم، صدام ما يستحق يقول للعراق، صدام يشرب عرق، وعبد الله المؤمن، كانت كل فضايح صدام، هذا ابن عمك، والحماية مالتك، أنت منو؟ يا ناس لا تعرفون هذا السبب يا علم، السبب يا علم، السبب حق أهلنا الأفراد الخيريين، أنتم قضيتكم المفروض تكون قضية دولية. المفروض انتوا قضيتكم وشون قضية الارمن سووها قضية دولية، انتوا قضية دولية اكثر من عدو. انتوا جزء من شعب ومكون من مكونات الشعب العراقي، وظلمتوا وهجرتوا وقتلتوا ورموكم على الحدود باجرام ما مر على البشرية. نحن طبعا يا جماعة لازم تروحون، احنا لو ما نروح لازم تروحون الايطان، احنا بدينا دوتشي ومتأذين والله نخليك تقعد رجعنا احنا عراقيين ميران مالنا. انتوا اول قضيه من قضايانا ان شاء الله نتمناها باذنه تعالى. خلينا نسمع الرساله الصوتيه. ابو ليث يقول، ابو ليث قال بالمرحب بالبث، يقول كل عراقيه راح نعطي حقوقها من النفط العراقي. اللي اريده انه من اسافر للعراق اللي يشيلون هذا موضوع التبعيه وموضوع انه ما عندي. قلت لهم شنو الايجابيات اللي سواها صدام حسين بالعراق؟ ما قدروا يثبتون شيء يا ابو شعلان. انا اعرف ميته. ما كل السلام عليكم يا أهلي عراقيين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا مع أول كلمة، أول لقطة، أول لحظة انضرب التوك توك ووقفوه البعثيين. الحمد لله والشكر ما يوقفونه، مسيرتنا ثابتة وإن شاء الله احنا مستمرين في هذا البرنامج رغم كل الصعاب، رغم كل الحروب، ورغم كل القاذورات الكرة الأرضية اللي تكالبت لإيقاف صوت الحق، صوت هذه القناة اللي ما جاملت ولا داهنت بالحق. والحمد لله وشكر رب العالمين احنا مستمرين بهذا الخط وهذا النهج. ألف تحية لكل أهل العراقيين بكل مكان، الله يبارك بيكم بأهلكم برزقكم بعافيتكم، الله يبارك لنا في بلدنا العراق إن شاء الله، الله يحفظ كل أهل العراقيين يا رب. هذه الغمة تنزال عن الشعب العراقي ويرجع الحق لكل الناس العراقيين يا رب. إن شاء الله يصحى ضمير كل الناس العراقيين اللي قبلوا على نفسهم الحرام، واللي عجبهم الحرام، واللي عايشين بالحرام، واللي اليوم هم دي يتمتعون بثروات بلدنا. إن شاء الله رب العالمين يرجع بلدنا بلد خير وبركة وبلد الناس الطيبة، واللي الناس ترفض أنه تستغل أموال بلدها بالحرام. إن شاء الله رب العالمين يعم السلم والسلام بين أهل العراقيين، ويصحون أكثر العراقيين يصحون على ضميرهم ويرجعون مخافة الله بيناتهم، لأن الظاهر أنه الناس نست عقاب رب العالمين للإنسان اللي يسرق الحرام. قامت الناس تحلل، ما يغلق بس ضوها. ان شاء الله رب العالمين كل العراقيين يصحون. الضوء الفوق
يصحون كل العراقيين ويرجعون إلى الحق ويحاسبون أنفسهم قبل ما يحاسبون الغير، ويتكلمون بالأخلاق قبل ما يتكلمون بالدين، ويحترمون القانون قبل ما يحترمون السلاح والخوف. إن شاء الله كل أهل العراقيين يرجعون إلى الحق ويرجعون إلى مخافة الله واحترام هذا البلد واحترام حقوق الناس، لأن سبحانه وتعالى يقول كما تكونوا يولى عليكم. فإحنا سبحانه وتعالى إذا ما نصلح ذات البين بيننا، وإذا إحنا ما نقوم أنفسنا ونحاسب أنفسنا ونخاف الله سبحانه وتعالى، رب العالمين دائما يختار لنا الناس الخطأ، الناس الأشرار، الناس اللي يناسبون هيك مجتمع وهيك ناس. فلا حد يلوم الحكومة ليش تبوق، الشعب دي يبوق، فلأن الشعب راضي بالذلة وراضي بالسرقة وراضي بالأكل الحرام والسحت والتجاوز على حقوق الآخرين، فأكيد رب العالمين ما راح يجيب لك ملائكة يقودون البلد، راح يجيب ناس يشبهون الشعب. فإن شاء الله رب العالمين. أعرف يا صديق القانون الأعمى، هاي بعدني أول ما بديت بأول كلمة بلاغات هنا أنا باليوتيوب، أتمنى من كل أهل العراقيين، الفيسبوك دي ينضرب، التوك توك دي ينضرب، وقالنا بس اليوتيوب، جماعة اليوتيوب أدعوكم دعم القناة، يعني بدون زحم عليكم، اللي نسى يسوي لايك يسوي لايك، اللي سوى لايك سوي لنا نشر للبث، أكو شير مكتوب بالإنجليزي وسهم معكوس، أو نشر للمقطع ويا سهم، بدون زحم عليك انشر لنا المقطع، خلونا على الأقل نحافظ على القناة، القنوات اللي موجودة باليوتيوب اللي هي مستمرة اللي مدى يقدرون يوقفوها بفضل الله سبحانه وتعالى. الله يحفظ كل أهل العراقيين بكل مكان. دشوفوني داقاتل على كل الجبهات، أعدائي وأعداء العراق، مو أعدائي يعني. أنا ما دا أتكلم عن شيء شخصي، أنا ولا حكيت للناس أنه أنا أريد أكون وأكون وأريد أقود وأغير بالبلد. أنا إنسان عراقي، كل اللي قلته هي حقائق حصلت في الزمن الماضي ودا تحصل حاليا. دا أتكلم على مظلومية شعب كامل، على دمار ونخر مجتمع من الداخل، وتدميره وتحطيمه وتغييره ديموغرافيا وطبوغرافيا، وتغيير عقول البشر. شفتوا بالحلقة السابقة شلون الطائفية صعدت عند بعض الناس. طبعا أنا أحترم كل أهل العراقيين، بس اليوم اللي يدخلون بنصنا هم أتباع الأحزاب الحاكمة الحالية وحزب البعث اللي قبلهم، هذولا ما يعجبهم ما أنا أطرحه بهذا البرنامج، هذولا يردوني مسيس تابع إلى جهة معينة، تابع إلى دولة معينة، تابع إلى أجندات معينة. ذاك الوقت أكو جانب يدعمني ويرضى علي، اليوم أنا في موقف ما عندي غير بلدي العراق، وما دا أنطي مجال لأي أحد يسحبني جهته، ولا أقبل هذا الصوت العراقي ينجذب إلى جهة معينة ضد جهة معينة، إن كانت طائفية أو عرقية أو سياسية أو أي نوع من أنواع الانجذابات. اليوم يظهرون بنصنا اتهموني أني طائفي، والحمد لله وشكر رب العالمين اللي وياي، أني كوني إنسان عراقي سني أحب كل أهل العراقيين، أقل من يتابعني السنة، أقل من يتابعني في هذا القناة أهلنا السنة، مو عدد قليل، لا عدد كبير من أهل السنة يتابعوني، وأني أحب كل أهل العراقيين، بس الأكثرية لأن ينسبون هذه الطائفة ينسبوها إلى صدام حسين، وهذا الغلط التاريخي اللي راح يحاسبون عليه هم وأولادهم وأحفادهم إذا ما وعوا أهل السنة إلى وضعهم وإلى مكانتهم وإلى مجتمعهم وإلى بلدهم، وبقوا بهذا التفكير الساذج، هذا التفكير السطحي، هذا التفكير اللي ينقادون به بسهولة إلى دول الجوار، يكونون هم خنجر بقلب العراق، راح تعاقبون عليه أجيال وراء أجيال، وراح هذا البلد كله يدمر بسببكم. اليوم احنا في مفترق طرق، كل المكونات الباقية خايفة من عندكم، ما حد يأمن لكم، انتوا ايديكم بيد الغريب، دائما تجيبون الغريب عليكم. صح اكو من الشيعة من راح حط ايده بيد ايران، الاكراد حطوا ايديهم بيد اسرائيل، واحد يخاف من الله، واحد ما يأمن لله، كل الموجودين الكل على خطأ. اليوم انا مديت ايدي، عرفت العراقيين والعراقيين يعرفوني وعايش وياهم، أكثر من مد إيده إلي هم أهلي الشيعة والأكراد والمسيح والصابئة وكل الأطياف العراقية الجميلة كلها مدت إيديها وياي، كل دليل حسن نية أنه إحنا نريد نعيش بسلم
وأمان، مو إذا ما قدرنا اليوم باكر نأسس إلى سلم وأمان إلى مجتمعنا بالمستقبل. فالحرب ضروس، أتمنى من أهل العراقيين لا تخلوني أتعب، أنا دا أقاتل يشهد الله، ما عندي دقيقة فراغ، ما عندي وقت فراغ بسبب البلاغات والحروب والشكاوى والمشاكل اللي دا تصير. بس أتمنى من أهل العراقيين استمرار الدعم القوي لهذه القناة. أنا أشكركم جدا، يعني كل 3 أيام دا نصعد 1000 متابع جديد في القناة الرسمية، هذا معناته بفضل الله نجاح، أنه إحنا وصلنا كلمة إلى العراقيين، لكل أهل العراقيين، أنه أنا إنسان عراقي أحبكم ومو طائفي، وأتحدى إنسان يتهمني بالطائفية أو بالعرقية أو بالعنصرية أو بالفوقية أو باستغلال هذا البرنامج لمنافع شخصية. أنا الوحيد اللي صار لي سنتين لا ظهرت بسوق ولا رحت بشارع ولا رحت المدينة ولا ركضت ورا ناس تعالوا خذوا صور وياي، ولا اهتميت ولا لبست لكم لا سترة ولا رباط، ما جبت لكم قاط صيني ابو 80 دولار وقعدت هنا انفخ عليكم واكذب عليكم. انا البس تيشيرت واجي. هسه واحد يقول لي تكثر واحد بالعالم لبس التيشيرتات، اي نعم انا احب التيشيرتات، والتيشيرتات رخيصه عندنا هنا مكانين ما تصفيه ملابس ماركات اسمه برلينغتون وتي جي ماكس ومارشال، مارشال تي جي ماكس نفس الشيء، اذني القاها الرخيصات، وهاي قبل ما ابدي البث. انا احب التيشيرتات اشتريهن واضمهن، سبحان الله ليش ضميتهن ما اعرف، طلع اجا وقتهن اللي أنا أطلع بطبيعتي بدون تفييك وبدون أني وآني وما أعرف شنو، لا إنسان عادي عراقي بهذا وضعي، مكاني البسيطة بأجهزتي البسيطة الحمد لله والشكر، نافست أقوى القنوات العراقية بكبرها بحجمها، وصوتي وصل لكل الناس العراقيين أهلي، وإلي الفخر وأتشرف فيهم، وإن شاء الله ما أخذل أي عراقي بإذن الله. هواي عراقيين متخوفين من عندي أنه يجي يوم وراح ينقلب، يجي يوم ها أنت طلعت مثل الباقين، لا أنا الخط اللي حكيته من بدايتي إلى اليوم ما غيرت كلمة، عدم أن أكتشف الحقائق. يعني من واحد من شفت أنه عدنان خير الله الكلب ابن الكلب، كنت في البداية أترحم عليه، بعدين من يجون جنود حكوا، أنا ما كنت بالجبهة في وقتها، حكوا لي قالوا هذا الشخص أعدم جنود بإيده، ناس بنص المعركة انسحبوا ودي يغيرون من مكان لمكان، أعدم 50 ضابط وجندي بإيده. زي من اسمع أنا هيك مجرم، لا أنا مو هنا، أنا أبقى مؤيد للمجرم. أنا نفس ما أطلب من الناس أنه اللي ما تعرف صدام حسين وما تعرف نظامه، أنا دا أشرح لك إياه هنا اليوم، تعال غير أفكارك وغير اللي أنت مقتنع بيه، لأن هاي الحقائق ودا أكشفها للناس. أنا همين من تجيني الحقيقة لازم أغير أفكاري، لازم أنتبه، لازم أعرف وين أنا دا أتكلم والمن دا أخاطب. فالحمد لله والشكر الله فتح بصيرتي وخلاني أمشي بطريق صح صعب، بس الحمد لله وشكر بي نصر من رب العالمين. أهلي العراقيين اليوم دي يتناقلون الفيديوهات، ما أحتاج بعد أقول للناس أنه أنا مو طائفي، فاللي دي يتهمني هو طائفي. أي واحد دي يتهمني أنه أنا طائفي، قبل ما تتهمني روح شوف نفسك بالمراية، اسأل نفسك أنت ولائك للعراق 100% مثلي مثل نزار خالد؟ أنت اللي دي تتهمني بالطائفية، وسؤال مهم جدا وصريح جدا، اللي دا تتهمني نزار طائفي، روح باع بالمراية، قول اسأل نفسك، قول نزار ما عنده ولاء لأي دولة، نزار ما يعترف بأي حزب، نزار ما دا يعترف بأي دولة غير العراق، أنا اللي اتهمته مثله لو عندي أني ميول. فروح اسأل نفسك. أنا أسرع أسأل كل العراقيين اللي موجودين ويانا، صح العدد مو كبير، 320 على القناة الرئيسية، 117 على القناة الثانية، هل أنتوا شفتوني طائفي في يوم من الأيام؟ إذا شفتوني طائفي كتبوا لي رقم 1، إذا شفتوني إنسان عراقي محب البلدة كتبوا لي رقم 2، بدون زحمة عليكم، لا حد يجاملني أحلفكم بالله. يلا بين ما يوصلكم الصوت انتظر تقييمكم يا شباب، إن شفتوني طائفي كتبوا لي رقم 1، إن شفتوني لا محب البلدي كتبوا لي رقم 2، بدون زحمة عليكم. لا نزار ليس طائفي. علي حسين كتب لي 2، واحد كتب لي رقم 1 اللي هو علي قايد جايد ما أعرف جياد قايد قايد أعتقد كتب رقم 1، عباس كتب رقم 1 شافني طائفي. زين لكم الحق انتوا الاثنين اللي كتبتوا لي رقم 2 تخابروني هسه وتحكون وياي امام الناس،
تقولوا لي أنا طائفي بيا مكان، على مود تكون الحقيقة واضحة قدام الناس، لأن الأكثرية مو الأكثرية، الكل كتبوا اثنين عدا أنتوا اثنين كتبتوا رقم واحد، كل الموجودين لحد الآن ما حد كتب رقم واحد غيركم. علي حسين أنت ثالثهم لو نفسك عدت. عباس عباس عندنا، وعلي قايد، وحسين علي، علي قايد عدته صار مرتين. اكتب لي ثلاثتكم وكتبوا لي اسمكم بالواتساب، الواتساب قدامكم هنا راح يطلع حال المشاركة، هذا رقم الواتساب، اكتب لي أنا فلان اللي قلت لك رقم واحد، اكتب لي وهسه تصعد أمام الناس تحكي لي شلون أنا شفتني طائفي، وخلنا نتناقش أمام الناس جميعا. أنا أعرف أنتوا شو وين ترمون بيا جهة، وأعرف اللي وراكم، لأن أنتوا واحد من عندكم هو نفسه العيداني، أعرف بي كل زين، يعني ما يحتاج علم، أنا الدنيا علمتني وخبرتي بالحياة علمتني أنه دائما هذول الناس اللي ينفضحون بهذا البرنامج يستمرون بالعداء. يعني مثل ما هذا اللي على أساس راح الواشنطن البارحة، هو أول البارحة كان بلندن، البارحة هو بالباخرة قدام واشنطن، أسرع باخرة بالعالم. إذا تريد تطلع من بريطانيا إلى نيويورك مو واشنطن تحتاج لها 3.5 أيام طريق. شلون أنت قبل يوم كنت بلندن؟ بس المهم إحنا ما ننسى هاشتاقنا أين آشلي. فأين آشلي هي قضيتنا بعدها، يعني ما لا تنسى هذا الموضوع. وأتمنى من عندك أنت أبو آشلي دايح ابن الدايحة، أريد من عندك شغلة واحدة، لا تقول للناس عاجل أول عراقي يدخل سفينة النجاة يا عراقيين، هاي حلقتك الجاية الوراها راح تكون من شاونطن، اسمك هم راح تكتبه وحاط صورتك وراك على أساس الـ يعني البلاج، وعندك الثالثة راح تحط لهم صورة حمار يا عراقيين زيارة مفاجئة إلى مؤسس حركة 56 لإنقاذ العراق. هاي حلقاتك القادمة الثلاثة اللي ناصب بيها على جماعتك القردة، شكو قرد يلحقك. فيا أخو قرارة كذاب، هذا اسمك الجديد، راح نعوف إيدز، راح نقول أخو قرارة كذاب. أنت على أساس هسه بواشنطن وأني بأمريكا، فأريد من عندك فيديو واحد أنت يم البيت الأبيض بيها شي، كل العراقيين الموجودين بيه شي، سؤال مالتي أتمنى تجاوبوني كل العراقيين، إذا سؤالي بيه شي كتبوا نعم، إذا ما بيه شي سؤال عادي كتبوا لا. أنت تقول أنا وصلت لواشنطن، أريد من عندك هسه موناكو لغمطتها، على أن شنو أصور لك فيديو الموناكو على مودك، عمل أصور لنا موناكو وانت بالتواليت تصور، صور لنا بواشنطن ما دام انت وصلت لامريكا خلال يوم واحد بالباخرة. هاي مو باخرة، هذه دق النجف مال قبل. المهم فتبقى قضيتنا اين اشلي ورجل اشلي، هسه رجل اشلي هم ضاع علينا. المهم رجل اشلي هم اريد من عندك التهمينة تثبت لنا وين شو اهلي يجي لامريكا يضيع، ما دافتهم شنو الموضوع، طايح الحظ هسه بعدين يسوي ها كذبت نيسان وسوي للضحك. والله انت مهزله، انت وجماعتك انت ومتابعيك، شكو لما تقرد الله ذابه وياك، اخو قراره كذاب ولما تلقرد الويا خيركم، حش الموجودين تفله ما يسوى، ومسوين نفسكم بشر، وكل ما قاعد لورا كيبورد وحاط له اسم ومغير اسمه ويسب ويغلط، والله العظيم قندرتي احسن من عندكم، حش الناس اللي اقول بوجهه، البيكم رجال خلي يجي واجهني وجه بوجه، فكر بفكر، لسان بلسان، عقل بعقل، قدر كرجال يجي وقف قدامي هنا رجال، خلي يجي شوفني رجولته، ما بيها شي، انا طالع الناس صورة وصوت. فتبقى قضيتنا اين اشلي، صار شهرين ويوم ننتظر اشلي والمدرس مالتها، وانا قلت قلت للعراقيين انطونا اقتراحاتكم اين اشلي، هواي ناس دزولي رسائل يشرحون اين اشلي. فتبقى قضيتنا يا شباب اكتبوا لنا الهاشتاج بدون زحمة عليكم، اكتبوا لنا هسه بالكومنتات هاشتاج اين اشلي، على مود هو هم يقرأ وكل جماعته يقرون، لان هو وجماعة القردة كلهم موجودين هسه، هو والقردة جماعته كلهم دي يتابعون البرنامج، وهم اللي اشتكوا هسه على التيك توك ووقفوه،
فأتمنى من كل العراقيين لطالما هاي القردة دا تتفرج علينا وهمها أنه يوقفون هذا الصوت، اكتبوا لهم هذا الهاشتاج هسه بالكومنتات. يلا شباب ابن الدايحة، أسرع أسرع باخرة، أسرع باخرة بالعالم عبرة المحيط من بريطانيا إلى نيويورك خلال 3 أيام ونص، شلون أنت بيوم واحد وصلت إلى واشنطن؟ ابن الدايحة قول بهار مكاتب. يلا شباب أين آشلي؟ آشلي رافعة الزروف. أين آشلي زقلابية؟ زقلابية خاف قصدك زقلابية شنو؟ أين آشلي؟ Where is Ashley؟ أبو سامي كتب الكابل الإنجليزي. أين أنت يا آشلي؟ آشلي أين آشلي في البحرين؟ أين آشلي؟ أين آشلي؟ أين كلها كتبت لك أين آشلي؟ يلا شباب أنتوا 427 على الرئيسية وعلى الثانية 157. يلا شباب صعدتوا 100 خلال ساعة، أقل ساعة 10 دقائق صعدتوا 100 واحد. صاعد تيتانيك تيبرو تيربو قصدك. والله العظيم سويت بحث أسرع عن أسرع باخرة، ها أسرع باخرة عبرة المحيط من بريطانيا إلى هنا بثلاثة يوليو انطلقت سفينة SS United States أسرع سفينة عابرة للمحيطات، عبرت المحيط الأطلسي على الإطلاق في رحلتها الأولى التي حطمت الرقم القياسي في مثل هذا اليوم عام 1952، وانتزعت السفينة الأمريكية تاج السرعة بلو ريباند من المملكة ماري البريطانية بعد إكمال رحلتها هذه. كم من الوقت تستغرق سفينة الرحلات البحرية من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة؟ 7 أيام. كم من الوقت تستغرق الرحلة البحرية؟ ها كل هذه يقول لك 7 أيام، هاي أسرع واحدة 3 أيام ونص. شلون وصلت انت بيوم واحد تقشمر على زواج جماعتك؟ المهم اقرا اين آشلي وتونس بيها. هاي انا اريدك كل حلقه بواسير تركض تبول احسن ما تبول على نفسك، وهاي الجلدايه لازق لك اياها هنا ماخذيها من خلفيتك لازقها بقصتك، اريد اشوفها اوضح بعد. زين هسه خلصنا موضوع اين آشلي. اي هاي كل حلقه شباب، لا حد يزعل من عندي، هاي كل حلقه اين آشلي. هسه نجي الى موضوع حلقتنا اليوم، حلقتنا الرئيسية راح احط لكم صورة اريد تعليقكم نهاية الحلقة، مو هسه لان هسه راح ندخل بموضوع الحلقة. نهاية الحلقة اريدكم كلكم تشرحوا لي شنو قصده ملك الاردن بهاي النظرة الى عدي صدام حسين، كلكم تشوفوا لي هاي النظرة ايش يقصد بيها هاي النظرة الى عدي، عدي شو مسوي هنا لهذا بحيد يباع عليه هيش نظرة. فهذا تعليقكم أريد نهاية الحلقة، كل من يحضر التعليق من أقولكم طلعونا التعليقات طلعونا التعليقات مالتها. هسه نجي إلى موضوع حلقتنا اليوم. يوم أمس يصادف ذكرى تحرير الفاو، ذكرى تحرير الفاو، الفاو عام 1986 الجيش الإيراني احتلها، وإحنا سنة 87 يعني تقريب يعني أكثر من سنة يعني تقريب سنتين هي بيد الإيرانيين، بعدين رجعها الجيش العراقي. هذه المنطقة الفاو هي مملحة، حتى لا حشرات لا حيوانات كل شيء ما يعيش بيها، مملحة أرض ما تسوالها نعال، اللي صار المكاتل عليها عشرات آلاف العراقيين والإيرانيين الله يرحمهم كل اللي ماتوا، لأن ذولا وراهم حرس ثوري إيراني وذولا وراهم جيش شعبي وفرق موت قتل، فكلهم ولد الخايبة من الجهتين من إيران ومن العراق، راحوا بهاي المعارك، معارك الكذب معارك الخداع، معركة النصب على الشعبين وتدمير الشعبين الإيراني والعراقي. واللي ما يعجبه كلامي فعذرا لكل الموجودين طبك مرض، ان كنت انت تشوف
واحد من الاثنين صح، فهاي مشكلتك انت ما تتباعه بعين الحقيقة، انت تتباعه بعين الطائفة، بعين المرض اللي بداخلك. انا بالنسبة لي تسألني اقول لك الحرب بداها صدام حسين سنتين، وصل الى عبادان ورا سنتين، ست سنين خميني تشلب بالمعركة وتجرع السوم لما نوقف المعركة، فمعناته الاثنين اتفقوا على تدمير البلدين وتدمير اقتصاد البلدين، واثنيناتهم وصلوا بلدانهم الى ديون مديونية وطيحان طيحان الحظ، واثنيناتهم لعبة ملعوبة يعني مو جاية صدفة. فأنا ما راح أتكلم بالموضوع الجانب العسكري، الجانب العسكري راح يكون ويانا الأستاذ سليم الشحماني، راح يكون ويانا على البث المباشر، هو اللي راح يشرح لنا المعركة وشنو اللي صار بالمعركة من أحداث، وشقد خسرنا شباب وليش خسرناهم، وحيثيات هذه المعركة اللي دارت عام 1986. سبحان الله أنا 86 طلبة مواليدي، لازم عمر 18 سنة أروح العسكرية. هسه الشباب العراقي اللي قاعد أنت ولحيتك ومحفحف ومسوي شعرك، أتمنى من عندك تسمع من عندنا تعرف اللي صار بينا بجيلنا، على مو تعرف أنت هسه عمرك 18 سنة أو 19 أو 20 إلى 40 سنة 44 سنة، تعرف حياتنا شلون كانت، على مود لحد يجي يضحك عليك ويقول لك كان زمن خير وأمن وأمان، زمن تعاسة، زمن ظلم، زمن ذل، زمن جوع، زمن خوف، زمن فساد، كل شيء تشوفه اليوم هو أساسه بذاك الزمن. فلذلك أنا فتحت صفحات نظام صدام حسين، نظام صدام حسين الكل تخاف منه، الكل، هذا مو رئيس وزراءك يخاف منه، والله ما شفته فد يوم حكى على حزب البعث. شباب قولوا لي شفتوه فد يوم رئيس وزراء حكى على حزب البعث؟ ما شفتاني. والثنين القادم راح نطلع السيرة الذاتية لرئيس الوزراء ونشوف الحقائق، وراح اكشف لكم مواضيع ما حد منتبه عليها، وراح نحط النقاط على الحروف. المهم ما اريد ادخل بهاي التفاصيل الجانبية، خلي نبقى موضوعنا الفاو واللي صار بالفاو، وخلي نتصل بالاستاذ سليم الشحماني الباحث في الشأن العسكري العراقي، ينورنا في حلقتنا لهذا اليوم. السلام عليكم استاذ سليم. عليكم السلام استاذ الغالي. الله يبارك فيك استاذ سليم، مرتاح ان شاء الله؟ ابو ليث الحبيب. يمكن ذاك الهيدفون الابيض كان افضل من هذا، يمكن القبلة اخر واحد جربنا الصوت بي كان واضح وصافي. لا اذا تقدر بدون زحمة عليك. طبعا شباب اريدكم تحيون الاستاذ سليم الشحماني الباحث في الشأن العسكري العراقي، واللي دا يكتب مذكراته ومذكرات اخوانه الجنود اللي شاركوا في معركة الثمانينات ضد ايران. لا هذا مو زين، الابيض هذا مو زين، خلينا نرجع للاسود. يلا الاسود، بس احنا جربنا واحد قبل البيت كان ابيض زين، المهم رجعنا للاسود ماكو مشكلة. والله هسه اي هسه احسن، هسه افضل. اول دوختني. الله يعني هو انا تعبتك قبل الحلقه. شو بالله صوت هسه؟ صوتك ماكو صديقي. تسمعني؟ اي هسه نسمعك واضح وكل زين. دولبتني. هاي عاشت ايدك يا صديقي. طبعا الناس دي يحيوك، الف تحيه لك استاذ سليم منورنا. تحيه لكم وتحيه الكادر قناتك وتحيه المتابعين الناس الواعيين المحترمين. الله يبارك. وانا شفت بالتعليقات شفت الاخ العزيز المحترم ضابط المدفعيه عزيز علي، ألف تحية له، تحياتنا لك تحية عزيز. تحية لله. الله يبارك فيك أستاذ سليم، إذا تقدر واحدة من إذانك شيلها لأن شوية مكلب على حنشك الواير، فواحد منهم نسمع منه عادي يعني، تقدر تسمع أو هيك زين هسه كله زين. ليش أجيب لك هيك فون بعد واحد؟ لا لا هذا زين، بس لأن رابط على حنشك، بس واحد منهم شيله واسمع بواحد تقدر أحلى يصير.
واحد واحد ارفع من اذانك واحد بقي دقيقه خلينا نشوف اجيب له غير واحد يلا خلاص من الطلاب انا اريد الصوت افضل والصوره افضل على مود الناس من نسجل اللقاء من يسجلون اللقاء يكون عندهم كل شيء واضح وحلو نحاول نحاول اعذروني يا شباب انا ادقق على كل شيء وتعبت الاستاذ سليم الشحماني كلش تعبته قبل البث اي هسه هذا افضل هذا اللي جربناه قبل البث صح بس هاي شنو تبقى هيك معلقه ايش اكو بيها رتبها لا لا هي عادي شكو بيها هسه يلا هاي الصوت اوضح واحسن وماكو مشكله المهم استاذ سليم تحياتي لك والله يبارك بيك ونشكرك طبعا على جهودك لتوثيق تاريخ ما حد يتجرأ يوثقه ولا احد تقرب الى هذه السنين العجاف السنين الدمار السنين الصعبة في حياتنا فانت سبقتني طبعا كقناتك قبل قناتنا اعتقد بفترة انت بديت بهذا الخط في توثيق ما حصل في هذه المعارك و وش قد خسرنا وشنو الأسباب وشنو الأحداث وأسماء الألوية والفرق والفيالق ويعني تخصصت بهذا المجال فأني كقناة أنظر إلى الجانب السياسي أكثر ما أنظر إلى الجانب العسكري فمن يكون موضوع عسكري أنت يعني نعتبرك مستشار القناة العسكري اعذرني إذا تقبل هذا الوصف يعني لا لا, لا بالعكس خادم الله يبارك بيك معركة الفاو الإيرانيين تمكنوا يحتلوها سنة 86 وبقت تحت إيدهم سنتين تقريبا لو أقل سنتين إلا شهرين إلا شهرين زين إحنا دا نحتفل يحتفلون وخصوصا اللي يحبون صدام حسين واللي ما عاشوا الحرب ويانا يحتفلون يوم 17/4 كل سنة بتحرير الفاو نعم تحرير الفاو اللي صار على جثث أولادنا وجثث الإيرانيين شقد كلفنا شقد كلفنا أعداد أو إذا تريد تشرح شرح عام للمعركة وبعدين نجي على الخسائر اللي خسرناها إلك الجو نعم طبعا جد التحيه إلك ولو على اعتبار إحنا ما كنت تحيه بينا 24 ساعة متواصلين لكنه اللي شرف. من باب الأصول تحيه إلك والكادر قناتك المحترم وتحية لمتابعينك الكرام كل ألوانهم وأطياف هذا أول اثنين بس تصحيح يعني اللي جاي يحتفل بالفاو مو فقط البعثيين يعني حتى يكون منصفين حتى يكون طريقنا مقبول يعني هنا. يعني الثاني مثلا أمامك أنا مو بعثي وأنبذ البعثيين وأكره صدام بالعلن ما مضموم يعني هم يعرفون ويكرهون ويحاربوني صح يعني من نحتفل بالتحرير الفاو مبدئيا يعني انت تحتفل بهذا الموضوع بغض النظر عن صدام حسين وعن اتباع صدام حسين وعن حزبه وهم يكرهوني هذا الموضوع انا شخصيا يعني قصدي انت من تحرر ارضك من تحرر ارضك انت لا تنظر للحاكم حرر أرضك أول مرة من شخص محتل بيتك وبعدين ارجع احكي عليه سوى عليه شو تريد تسوي سوى وهذا أنا جاي احكي احكي لك أنا مو بحثي ولد عمي ادمه صدام ويعني وهجرهم وهدم بيوتهم لكنه حتى نتعامل مع الأمور بمنطقية ما معناها أنا مثل الملايين حاليا بالسوشيال ميديا شلنا السوشيال ميديا البارحه وطقيناها بالقاع صدنا خلينا تحرير الفاو ترند بالسوشيال ميديا مو بعثيين ونكره صدام حسين ليش هذا تاريخ نطرحه امام الناس اللي يريد ياخذ به ياخذ به واللي ما يريد ياخذ به الله محمد وعلي هذا من باب اي نعم انت مثل ما تعرف طبعا طرحك جميل وعندك معلومات اوليه عن الفاو الفاو سقطت ليلة 9 شباط 1986 بسبب غباء الاستخبارات العسكرية
المتمثلة بين قوسين بشخصها اللواء الركن محمود شكر شاهين اللي هو ضابط درع ما له أي صلة بالاستخبارات العسكرية، لكنه بحكم علاقته مع وزير الدفاع وابن دورته وجابه اللي يقود المديرية، وشفنا الويل من الأربعة وثمانين أو نهاية الثلاثة وثمانين الحد يوم 25/2/1986 بعد ما قادة الفرق اتجمعوا وتوسلوا بقرباء صدام حسين والمقربين منه قالوا له خلصنا من محمود شكر شاهين، رجعنا أبو نوار الله ألف رحمة على روحه وثيق السامرائي. لو تشوف انت سيرة الاستخبارات العسكرية بعهد هذا الرجل الإيرانيين كانوا بزمانه حلموا يوصلون يعني المكانات وتحقق حلمهم، وصلوا الشارع اللي بطول الطريق بصر عمارة عبروا هور الحويزة أخذوا مخفر زيت أخذوا مجنون الشمالي أخذوا نص الفكة أخذوا الشرهاني أخذوا بنجوين، بحيث الحدود العراقية صارت مستباحة بسبب عقلية الضابط الدرع مع احترامنا إليه محمود شكر شاهين. هذا محمود شكر شاهين اللي حطوه على الاستخبارات، كم مدير الاستخبارات العسكرية، مدير الاستخبارات العسكرية، أسوأ ضابط أسوأ مدير استخبارات عسكرية. أنا سؤالي على تاريخ سؤالي أبو ماهر، كم جندي برقبة هذا بسبب انه هو مو اختصاصه وحطه؟ كم جندي كعدد تقريبي برقبة هذا الانسان لان حطوه بالمكان الخطأ؟ انا مو لك خليني احكي لك سقوط الفاو مو بدا حتى الناس تفهمها. يلا سقوط الفاو تداعياتها منين بدت هي؟ لا نحكيها يعني غير ما نبديها. زين اي نعم. بسبب هذا الرجل كان الايرانيين محشدين، لكن تحشيدهم وين؟ ما حد يعرف، وهذا الواجب من يعرفه؟ واجب الاستخبارات العسكرية واجبها. من اجل المديرية محمود شكر شاهين جردها من المتميزين، زين جاب واحد اسمه ايوب خلاه على شعبة ايران، وهذا ايوب الرجال فقير فنيين بهذا المجال، يعني من كان وفير كان يشتغل على النيات، وهذا الاسلوب ما كان موجود عند الاستخبارات بزمن وفيق. على كل حال باختصار جدا، وفيق ورط الجيش العراقي مستنقع هور الحويزه قالهم الهجوم منا. طبعا خلنا اختصر لك باختصار جدا ايش سووا صاحبنا ابو عداي الشهيم، قال ما طول الهجوم منا كل قاده الفيالق اللي ما مو يم القاطع يصيرون قادة يشتغلون كقادة ردفاء، قائد رديف. جابوا نزار شغله ويا السادس اعتقد، وجابوا قائد الفيلق السابع. تخيل انت قائد فيلق السابع اللي مسؤول عن الفاو جابه قائد رديف يشتغل يمكن ويا الرابع، ومو بس هاي شوف الطرقاع السوداء، جاب لواء المغاوير، لواء المغاوير الثاني مال الفيلق السابع جابه زجوه خلوه احتياط على اساس المعركه من جهه هور الحويزه. باوع المصيبه مغاوير لواء مغاوير الثاني فيلق السابع اللي هو الاحتياط الوحيد، يعني الفرقه يعني ابو ماهر انا ما قاطعك بهالجزئيه، يعني معناته مو الايرانيين اذكى من عندنا، احنا الخلل بينا بالقيادات اللي عندنا. لا 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 ابدا ابدا، الايرانيين لو احنا اذكياء ما تمكنوا من عندنا ابدا. هاي قصه الفاو الحقيقيه اذا تريد تفهم ابو ليث وفانا يفهمون الاخوان، يا لازم يطلعون من خنادقهم الطائفيه ويقعدون بخندق الحياد ويسمعونها بهدوء، يسمعون النهلها، يسمعون شلون سقطت، يسمعون شنو اللي عانينا في ظروف التشابه. ابو ليث انت مواليدك كبيره وكنت تتذكر شنو التداعيات اللي بالشارع سوت بينا بسبب صدام ومحمود شكر شاهين. صح دمرنا دمر الشارع، انتهى من دمر ايرانيين ياخذون الفاو واحنا عازين. خلنا كم لو تعطيني مجال استرسل حتى تفضل حتى الناس تفهم. تفضل براحتك. محمود شكر شاهين
أقنع الفيالق وأخذها باتجاه هور الحويزة. قالهم الهجوم منا يا الجين الله يرحمه. خطف جندي إيراني بعملية سرية ما تدري بها الاستخبارات، وحقق وين الأسير الإيراني ودز يعني دز ويا التحقيق ورقة التحقيق وأقواله للاستخبارات. قالهم يا ترى ماكو هجوم منا. محمود شكر شاهين عمم كتاب على الفيارق، قال لهم ممنوع واحد يقوم بمهمة بدون الرجوع إلينا. عجيب مصر هذا الرجل، مصر كدس الألوية كلنا. باختصار جدا الإيرانيين عندهم تمرين بقزوين شلون يعبرون شط العرب، ست شهور يدربون عليه، تمكنوا بليلة التسعة عبروا للفاو وأخذوه بكل سهولة. هنا المفاجأة أبو ليث، تخيل شنو رد الفعل مال الاستخبارات العسكري. الإيرانيين من عبروا للفاو ما بيها قائد فيلق. شوكة أحمد عطا رايح رديف الفيلق الرابع أعتقد له واحد من الفيالق، ولواء المغاوير انطلع من المنطقة اللي هو اللواء الاحتياط الوحيد الفرقة 26 هي شرطة حدود، وهي كانت أفسد فرقة بالجيش العراقي، فاسدة جدا، جنودة فاسدين، ضباطة فاسدين. فهذا اللواء الاحتياط الوحيد حتى هذا طلع محمود شكر شاهين وعزز بقاطع حور الحويزة. المهم عبروا الإيرانيين وصلوا للسدة الصبح، السدة الحزام مال الفاو، قالوا له يا بتر الفاو الإيرانيين هجموا بالمعامر. قالوا ما لكم شغلة، هاي معركة مناورة مو هذا الهجوم ماله. قالوا له عمي الإيرانيين هجموا على بنجوين وعلى قردمل، وهجموا على شوارته، وهجموا على زرباطه، وعلى ميمك، وعلى من الرصاص. يا معود انت شو تقول؟ قالهم لا كلها مناورة، كلها مناورة، هاي القواطع اللي هجموا عليها مناورة، يردون يجرون الألوية لهاي القواطع لكنه الهجوم الهور. 12 كيلو أبو ليث الإيرانيين ابتدوا من الشريط الأخضر للممالح، وعندنا لواء 66 كان قريب بالقاطع، بدل ما يرسلوا للفاو رسلوا من الرصاص. معركة مناورة، شوفوا الإيرانيين سووا، خذوا لواء 66 راح هيك بدل ما يواجههم. باختصار نختصر أكثر، وصلوا الإيرانيين على تخوم الممالح. المملحة هي عبارة عن 8 مربعات، المربع يطلع بحدود 400 في 400 متر بنصها شوارع، بنص هاي الممالح شوارع، هي أربع مربعات بحيرات. شلون بحيرات السمك؟ عرض الوحدة 400 أو 300 صايرات أربع، شلون الصناديق واحد صف واحد، يبعدا عن الفاو تقريبا 12 كيلو. بعد ما وصلوا الإيرانيين على تخوم المملحة، يعني العقلاء بالجيش العراقي الضباط شعروا بالخطر اعتقد، ولا ليش صدام حرك الاحتياط ماله؟ احنا كنا بالراشديه طيرونا الطيارات من الراشديه ووصلونا للشعيبه وجابوا اللواء الرابع واللواء الخامس ضمن الالويه مال الحرس الجمهوري، كان الاحتياط يسمونه احتياط القائد ما يطلعن الا للضروره. من وصلنا للشعيبه وتقدمنا على الايرانيين، تخيل انت لقينا الايرانيين عابرين المملحه وناصبين كمان، وطبعا التكتيك الايراني جماعتنا لحد الان ما يعرفوا، لحد الان التكتيك الايراني لحد الان ما يعرفوا زين، ولا واحد يقول بهذا التكتيك كان يشتغلون. انا الجندي البسيط يعني صار السين اشتغل عليه فكك بي شوي شوي واعرفه، وروح اسال اي واحد يقول لك يا معود هو انا شنو سليم الشحماني، تعرف انت شنو يا بشنو يا معود؟ فد واحد كان مخابر رجال وحتى ما يقول أنا شاركت المعارك، ما يقول ما نشترك المعركة، يريدني أقول أنا شاركت، أنا كل المعارك أقول نحن قاتلنا، ما أقول أنا أبدا، أستنصح أقول أنا. فهاي الأناني الظاهر عد ربع أخوة قلالة ومستمرة يعني زين، فحقيقة هاي الأنانية عندهم يعني يريدك تقول أني يابا ما أقول أني، روح شوف المعارك الجاي يحكيها، جاي يقول نحن كنا قاتلنا
فتنا مرينا وقفنا، ما معناها أنا من ضمن الجمع. أنا إذا أقول أني أنت تهمني على كل حال حتى لا نروح نتفرع. نعم. موضوع ثاني، من أجينا أبو ليث لقينا الإيرانيين بالسيارات، الإيرانيين طبينا بنصهم بنص كمين، لوانا هو تقريبا ثاني لواء وصل قبلنا، كان الكتائب اثنين مدرعات جابوهن ودخلوهن قدامنا، لقيناهم منتهيات. من اجينا طبينا، خذنا يسار لزمنا الممالح، طبعا ذاك الزمن كنا كان نظامنا رباعي اربع افواج، ابتدينا على البحيرات طرف البحيرات، عززونا بلواء الرابع وعززونا بلواء الخامس، شكلنا ثلاثي ثلاثة مرتاح، كنا مرتاحين، كان عندنا تمرين تقريبا يعني التمرين اللي كان نفذه لواء الثالث بالفوت على مستنقعات يشبه هذا بالضبط. فمسكنا البحيرات، من مسكوها ذني الألوية الثلاثة المرتاحة، مسكوها بأسنانهم، بدت الألوية تجي، ايش قام يسوون؟ ماكو خطة، يعني اتقدم اتقدم اتقدم. الإيرانيين هم مستميتين لأن يعرفون ينحصرون على شط العرب، كانوا يقاتلون. المهم قصة خلنا اختصر لك اياها، عززونا بالويق وخاصة 66 بإنزال، والإنزال ماله فشل وبارق انجرح، بدلوه بغير ضابط، اللواء 66 سحب، لواء 68 سحب، جابوا فرق تشتغل وجابوا ألوية من الشمال، قام لواء يطلع ولواء يطب. هنا الشارع، لو تشوف الشارع اللي صار بيه بذيك المرحلة، يعني انت مثلا يجي الرتل مالك ارتال من الكوت او من بغداد او من علي الغربي ويطلع للبصرة، اهل القرنة كانوا ناصبين مواكب مثل هاي المواكب اللي هسه بالزيارة، هاي السرادق المواكب مال الزيارة هسه نفسها بالضبط، كانت منصوبة من العزير حد الفاو والناس تتلقاك في الولا، تخلوهم يطبون والنسوان تبكي، لا تخلوهم يطبون، اذبحوهم، انت شو يصير بيك؟ عجيب يعني، فدرعب تحس بانه هاي الناس خالفه من شيء، انت الطب مرعوب. لذلك المعنويات مال الجيش كسرها الاعلام البحثي اولا بالبيانات مالته، مردوده كان سلبي، وبالتخطيط الصحيح هاي المعركه، حتى يعني الخسائر مالتها كانت فظيعة جدا، خسرنا 50,000 مقاتل عراقي ومليون قذيفة مدفعية سقطت على أرض الفوضى. طبعا هاي يعني بشهادة البعث، هو ما مستحي يقول إحنا طينا 50,000 شهيد، تخيل هو البعث من يطلع أرقام يجوز أكثر، طبعا هذا الرقم المهول. نعم طبعا. أنا السؤال، أنا راح أروح للموضوع السياسي أكثر من موضوع العسكري. الله يبارك بيك لوصفك وأمانتك في نقل الحقيقة. بعض الناس ما يتقبل مثلا أنه أنت جندي تنقل الخبر، لازم ينقله ضابط. مثلا أنا فنان عايش المجتمع، لازم أنا ما أنقل حالة المجتمع، لازم يجي وزير من نظام صدام حسين ينقل لهم. بعض الناس يعني للأسف ما ينظرون اللي كان يندق بالحياة من هو، ما يحق له يتكلم، يتكلم دائما هو اللي صاحب الحدث. صاحب الحدث روح على قنوات تستضيف ضباط كبار يكذبون براحتهم، يسووا لك الدنيا وردية ويسووا لك الانتصارات وهم قبضوا الأوسمة أنواط الشجاعة، وتاليها من جعدوهم الأكبر أمريكا كلهم طفروا وانهزموا، وهي حقيقة واقع أمام كل الناس. إحنا أنا من استضيف الأستاذ سليم الشحماني. الأستاذ سليم الشحماني جندي مقاتل، قاتل على أرض الواقع، على أرض الواقع، مو قاعد بمكتب ولا هو أقارب صدام ولا هو حاط له نجمة ويشرب مي بارد والجندي اللي هو بال 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 بالحجابات وبالمواضع الأمامية. أستاذ أبو ماهر، أستاذ سليم الشحماني، هل عندك شك واحد بالألف أو واحد بالمليون أنه هاي كانت لعبة، موضوع الفاو بين إيران والعراق؟ أنا بالنسبة لي ما يعني ما أقدر يعني رأيك، أنت رأيك كإنسان، أنت رأيك كإنسان، ما أعرف رأيي، أنا ما أقدر أجزم هذا، أنا أحكي يعني من خلال مجالي. أنا محصور بهذا المجال زين، يعني ما أقدر مثلا حتى بعدين
لا تنحسب علي بأنه أنا خطأت بهذا المجال، ما أريد أطب بحق الألغام ما أعرف أخلص منه، ما أعرف أنا ما أعرف كانت مقصودة ما مقصودة. الاستخبارات العسكرية متواطئة مع إيران، غباء لمديرية الاستخبارات، يعني ما أقدر يعني. مو أنت أبو ماهر، أبو ماهر السؤال هذا السؤال المهم، أنت الإيرانيين أخذوا الفاو عام 86، يعني بعد 6 سنين حرب خبرات، يعني أنت حرب طاحنة من يوم 22/9/1980 إلى دخول الفاو، أنت هنا عندك خبرة، عندك قوات، الفيالق مالتك كبرت، عدد جيش كبار، كل جندي صار يفتهم، الجندي يعرف من الصوت هاي قاذفة شنو، هاي طيارة شنو نوعيتها. هنا أنا 86 أني أشكك أنه هذا الموضوع ما مقصود. أنا بالنسبة لي سياسيا أتكلم، المطلوب من عنده قتل أكبر عدد من الشباب. هنا أنا السؤال المهم أرد أسألك يا، كم تكريتي أو من العوجة قاتل معاكم بالفاو ونطى روحه في سبيل الوطن، كم واحد عددهم؟ يعني أنا يعني شيء خصي هذا، أنا من وجهة نظر من خلال تعبي هاي السنين يعني بهذا الموضوع، ولا أنا ما لي شغلة يعني من غير جوانب. ولا تكريتي معركة 86 ومعركة التحرير، يعني حتى بمعركة التحرير ما تشوف أنت صدام من يحكي ويا ماهر عبد الرشيد، قال له شون الولد شون كذا شون فلان سلم العرب، قال له هذا ثامر، قال له أي ثامر، بس لو تعيش تركي الصوت الناس ما تفهم المواضيع على التفاصيل. قال له ولو تلاحظ الساعة ما صدام الساعة كانت تتأشر الساعة بالتسعة وربع، معناها كان نايم هو، بس اخذلها زوم وكبرها زين. ساعة بالتسعة ونص خابر ماهر، ماهر شون ربعك شون صحتك شون كذا، قال له زينين، قال له سلم على ربعك، قال له يمي ماهر يمي ثامر، قال له اي ثامر، قال له ثامر ثامر سلطان، ثامر سلطان هذا الرجال تكريتي اخوه صدام عدمه بالواحد وتسعين، بعدين لاحقا قتل اغتاله، كان قائد الفيلق الرابع طرده. يعني معناها صدام حسين ما عنده الحين مسرحه، انا مو هنا بمحل دفاع عن تكارته ولا اريد يرضون عني، لكنه معناها صدام ما عنده لحيه مسرحه بهذا الموضوع نهائيا، لا هو كإحصائية ولا كردي ولا تكريتي قصدك، ولا لا كردي ولا كردي ولا كردي ولا المعركة اي مو بس هذا، يعني ربما بغير معارك ربما، لكنه بالفاو ما عندنا تكريتي نهائيا ماكو. هم دائما التكارتة منطقيا يعني بالمكانات الدافعة يخلوهم، ما يخلوهم بيش معارك، يعني شنو مكانات الدافئة، شنو مكانات الدافئة، لان اكو ناس ما عاشوا الجيش ما يعرفون الجيش، شنو مكانات بعيدة، يعني الخلفيات بعيدة، الخلفيات عن المعارك بعيدة عن القصف، يعني خلفيات الجيش بالخلفيات احنا بعيدة احنا ترى اللي فادنا بالحرب حرب ايران رماية العشائر حقيقة، يعني رماية رماية العشائر، ولد العشائر ولد الجنوب رماية أقعد بصفه يرمي يقتل ويهوس ما شاء الله، هو قاتل هو ابن عمه يتجاوز عليه بشبر قاعد يقتله رماية وحافي حافي يرمي هاي ما نعرف بيها، هاي ما نعرف بيها سامعين بيها والله العظيم، روح اسأل الرماية أبو ليث رماية العشائر ولد العشائر ولد الناخر ويهوس يهدل رماية حافي ويرمي، بينما تجي مع احترامنا مع احترامنا ولد محافظتنا أهل بغداد جيب واحد من المنصور مثلا من منطقتك من دراغ يرمي وهيش يرمي خطية يرمي لفوق، ما قاتل قبل ما قاتل دجاجة، هذا خطية يشرب حليب الصبح هو هذا مال الحرب يا يعني غير حظة شي سوى سوى، ما تقول لي مو انتقاص منه والله مو انتقاص أنا قصدي المقاتل المفروض يتمرن يختل صح، يتمرن يعني شلون يتمرن، مثل المحكومين بالإعدام أخليه يتمرن بيهم يختلهم يكسر هاي الخوفة
يكسر هاي الإنسانية ويصير قاتل. المقاتل هو قاتل صح. لكنه بشغلة محترف انت يعني صح. فانت لو شوف الفارق، الفارق اللي عندنا بالمعارك، الرماية رماية العشائر حتى على الصقلاوية، يعني ما طلع غير صقلاوية قرمة ذول 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 اللي يسير بالليل يتعلل وبندقيت حاطة على شكفة، ذول كارثة. هم اللي خدمونا، هم اللي لو ما هم يعني احنا بالضبط احكي لكم بصراحة الأكراد ما شاركوا. إيه الأكراد ما شاركوا صح؟ موضوع الفرصة يرمون بس ليش كشفة للصيف مال هاي السالفة ليش ممكن يتشوبون؟ أهل الجنوب والله أنا مو متطرف لأهل الجنوب لكنه حقيقة هاي. بس أبو ماهر، أبو ماهر أنت أنت شايف عدي من يرمي؟ شايف من قصي يرمي؟ صدام من يزم البرنا وبتأكيد وحده شنو على الاتهام هذا؟ أيه. لا مو هسه هو هو عدي يرمي التك وحده، أنا شو أسوي بالتك وحده؟ أنا أريد يرمي بديه ورجليه بس كوني قاتل عدو، أنا يرمي لي على رايح لي مقتحم خصوصية الحيوانات المسكينة الشاردة بالقصب والبزل وماخذ شلاب يطارد عليه هناك على الخنزير شارد، هو خنزير شارد وطارد عليه أو أرنب يعني رجولتهم رجولتهم وبطولتهم طبعاً. بس أمام الشاشة قدام النسوان اللي يرقصون والأطفال نعم. ويركضون وراء نعم. حيوانات هذا اللي شفناهم نعم. بطولتهم أنت تأكد طيب. كجندي أنت كجندي قاتلت على أرض المعركة بالمعركتين، معركة الاحتلال الإيراني ومعركة التحرير باثنيناتهم، ولا تكريتي ولا واحد من العوجة ولا واحد من ذيك المناطق استشهد بهاي المعارك؟ لا مو تركز لي تقول لي تكريتي ليش المناطق من هو تقصد؟ العوجة وتكريت وسامر أنا أقصد صلاح صلاح الدين يعني أنت تقصد بالتكريت فقط أي تكريتي أي أي لا ولا سامر سامر يعني عندنا أبطال من لو سألك سؤال على بطل من بطل سامر يعني ما ينسي ما أقدر أنسى خلينا خلينا تكريت تكريت والعوجة لا لا ما عندنا مواني حتى تكارته تكارته هم يقولون احنا انظلمنا اهل العوجة بس اللي كانوا متونسين نسمع من نسمع يلا انا بالنسبة لي لو تطيل وقت يعني لانه خافتي تاخذ ضيف لا لا عادي يعني. تفضل يا صديقي ايه ابو ليث انا بالنسبة لي جاي اتعرض للاحراجات ومو هاي ما اخاف الاحراجات يعني من انقذ ذاك اليوم لقد الضابط والضابط محلل استراتيجي ده يقول الناس تنشر عنه بأنه هو أول واحد دخل الفار بالبث المباشر قلت هذا الرجل ما دخل ما دخل وكان يعني حكيت عليه قلت كان انضباط الرجال وكان ضابط ملازم ملازم المهم انتهى البث خذ أسبوع الفيديو البث يعني أخذ مشاهدات كثيرة اتصل بيه اتصلت بيه واحدة من الأخوات ثم بعدين الأسئلة مالتها يعني تحسست بيها مو مالتها أكو واحد لقنا قلت له أنت أكو واحد يمك هو يمك هذا الأخ قالت لا المهم قلت لها قلت لها أنا نحكي عليها ترى ما أكره هو صح فضل عليها فسكتت قالت شو الفضل عليها قلت لها مرة أني عن طريق ضابط من دورته طلبت منها أسماء خاصة بتشكيل كان بيه هو والله المهم كان يجر التليفون قام يحكي يحكي كذا ولا لا 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 المهم باختصار أنا موبايلي سجل التسجيل 24 دقيقة قلت له عمي أريد منك كلمة أنت طبيت الفاول واحد ولا قال لا يا شك شنو أنا طبّه الواحد أنا ولا تسلسلي ألف ولا ألفين ولا ميتين قلت له خلاص انتهى الموضوع راح أحذف الفيديو انتهى حذفت حذفت الفيديو والتسجيل هذا قطعته شوي وانتهى الموضوع طبعا احتراما العائلة اللي هو الرجال قال لي قال لي يعني الفيديو إلى مردودات سلبية يعني وهي فعلا حذفت على كل حال أكو بعض الضباط وابتكارته يعاتبونا يقولون أنت التعامل أنا بطائفي والله العظيم أنا أكثر قساوة على أبناء جلدتي على من كل النواحي ومرات ما أجيب التكارته بالموضوع ما أجيبهم ولا أطرق لهم ليش يعني هم يعني بالسياسة مو قريبين علينا بالمعارك يعني مثلا بال 82 كانوا موجودين يعني تقريبا لكنه بعد 82 طلعهم بعدهم
ما كان واحد يوانا من تكريت، ما اتذكر لا جندي ولا ضابط نهائيا، ولا اتذكر واحد عندهم استشهد بالمعركه. يعني انا مو تسقيطا عنهم، لا والله، وكذلك الاكراد، لا احنا اللي خضنا الحرب، ابو ما اللي خضنا الحرب، انتم اللي خضتوا الحرب، اللي خض من حقكم انتم اللي تفتخرون. انا من اشوف اليوم ابن العوجه قاعد فاتح لي بث مباشر وفرحان انه هو حرر الفاو وهذه انتصاراتنا وهذا الرئيس القائد وهذا ما اعرف شنو. لا حبيبي، لا، الشعب العراقي البطل، احنا الشباب العراقي اللي ضحى بروحه واللي قاتل على ارض الواقع هو هذا اللي يستحق الاحترام. اما من انا سالته هذا السؤال، هل اكو تكريت يستشهد على مود السدون حلقكم؟ لا لا لا، ما تفتخرون بنصر، ما تفتخرون بنصر كذابي براس الشعب العراقي وبراس هذول الناس المظلومين. سؤال ابو 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 يعني ماهر، ابو ماهر عاود من هذا اللي انا رحت على اسئله الناس يسالوك وواعدهم اسئله لك. سؤال مهم من هنا، انت كمقاتل بذاك الوقت، بذاك الوقت الذب اللوم على القياده العراقيه اللي حطتنا بهذا الموقف؟ طبعا، ولا 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 بها مناقشه. ها هذا اللي عندي اقوله، هذا اللي انا اتكلم. حرب بداها صدام حسين، حرب بداها صدام حسين على ايران، تتفق وياي بهاي الكلمه لو ما تتفق وياي؟ طبعا ما علينا بالاعتداءات، الاعتداءات ايران بس لو تسمح لي، يعني لو تسمح لي تفضل. احنا خلينا نشوف الحرب العراقيه اللي صارت اول مره، الحرب العراقيه الايرانيه الى اوليات، ترى الاوليات بسنه 70 الشاه دعم الاكراد، الاكراد عنده مشكله يعني بتاريخ العراق، دعمهم صح، عرقلوا الحكومه، تمردوا على الحكومه، فكان يدعمهم الشاه، وكانت عنده معارك ويا الجيش الايراني على الحدود، معارك كثيره، لواء 33 اشترك بها بدرباطيه، بس ما يذكرونها جماعتنا، ما يذكرونها، احنا مو هالتاريخ مثل الايرانيين. بالسبعين بدأت المعارك لحد ما العراق جزء من الأكراد، فصار اتفاق طبعا بزمن البكر رجال مسالم ضابط محترم، ويعني كان شعبنا 8 ملايين والعراق عايش عيشة محترمة، جمع الخبراء قالهم الشاه يريد ذم الأراضي ويوقف يوقف الدعم، يوقف عن دعم الأكراد. قيسوا لياهم ذن ايش قد مسافه، قالوا خضر وهيله وسيف سعد ونص شرط العرب، قال صدام روح اتفق عليه، تنازل عنهم، تنازل عنهم وفضل اوكي اي تنازل. من تنازل عنهم؟ من تنازل عنهم؟ حتى نكون حتى التاريخ انطرحه كما هو، وتبقى اللي يفتهم هو يحلل بكيفه. من اتفق صدام عليهم ورا 4 سنين ضعف الشاه وثار عليه الشعب، هنا صدام حسين ارتكب حماقتين، الحماقه الاولى ما استفاد من وجود الخميني بالعراق ويدعمه ويستفاد من جماعته اتباعه مقلدينه ويثور ضد الشاه، يخلي الخميني يثور على الشاه هو بالعراق، صح، مو سقط الحكم للشاه والخميني يصير صديق صدام، لا، خاف من الشاه وطرد الخميني بليله ظلمه، طلع على الكويت وراح لباريس. قصة خلنا اختصر لك اياها، سقط الشاه بثورة يعني غامضة، رجال نزل بالمطار وسقط الشاه وصار خميني هو رئيس الدولة. صدام استغل هاي الظروف، وطبعا بعد ما اقال احمد حسن البكر وراح هجم على ايران. هنا سؤال للتاريخ، السؤال للتاريخ لاحفادنا واولادنا اللي راح يجوا، احنا من رحنا اخذنا الاراضي اللي ما اخذها من عند الشعب، كان المفروض من الايراني يقولون يا جماعه الخير احنا ناس متدينين ونخاف من الله، عم ذني مالاتكم اللي اخذ الزلمه هذا الاسرائيلي، الشاه مو خوش ادمي، الشاه اسرائيلي وكلبي من كلب اخذن، عمي ذني مالاتكم اخذوهم ورجعوا لمالاتكم، ذني اخذناها من عندكم. ما جو بالطريقة، لا رادوا إلا على 75، 75 اللي أخذوا الشاه، وهاي كانت نقطة تحول شوهت مسيرة الحرب كلها، شوهت موقف الشيعة من الخميني ببكتها، ليش الرجل ما يوافق؟ ولحد الآن، لحد الآن أكو تأثيرات، يعني هاي الأراضي اللي نوخذت هي أراضي شيعة عراقيين،
الخميني كان موافق عليه من اخذوها، ما قال يا ابا تعالوا خذوا اراضيكم احنا شيعه وهذا الشاه كان عميل اسرائيلي، لا ما قال هيك. فاحنا من هذا الباب يعني هي الحرب من بدايه لها اوليات صدام غلطان، نعم غلطان، كان ممكن يتفاوض ويا الخميني يقول له سيدنا مولانا الشاه اسرائيلي وانتم او هذا اخذ اراضينا وانتم اخوتنا وكذا رجعوا لنا اراضينا، ما اجى. هاي السياسه، هاي السياسه، نعم. السياسه انه هي سياسه فن الممكن، انه انا ارجع حقوقي حقوق بلدي بدون ما اتعرض للاخر بحرب واخسر اقتصادي واخسر شبابي واخسر بلدي، الا اذا كان هو قاصد تدمير العراق ويوصله الى ما وصلنا الى اليوم يعني. اي فابو مار خليني عندي اسئله، عندي اسئله من الشباب. واحد من الشباب يقول لك وين السؤال دقيقه، هل ابو غزاله كان له دور في تحرير الفاو؟ ابدا. اولا احنا مو محارب غزاله، احنا نرفع الاسئله المفخخه، وارجوك جيب لي اي اسئله حتى لو قلت عليها جيب لي اياها بدون زحمة عليكم شباب. اي واحد عنده سؤال ابو ماهر اسال. غزاله احنا مو بحاله، احنا عراقيين، احنا كنا نملك اسماء خاف تعتبرها ترويج لهم، كان عندنا نزار ومحمد الداغستاني وكان عندنا عمالقه. يا ابو غزاله هو ابو غزاله ب 89 اجوا يتعلمون من عندنا، احنا الصاعقه العراقيه، احنا اللي مارسنا الصنف بكل صنوفه بالجو وبالبر وبالجبل وبالبحر، احنا اللي نزفنا دم، شو يسوي ابو غزاله؟ لا ليش يشهرون بهذا الموضوع؟ وهي تقليل دائما يقللون من شأن المعركه، معركه عظيمه ابو ليث، يعني احنا عوفنا من طقعان، معركه عظيمه كامله التفاصيل، معركة تدرس. أنا وقفت، أنا مخابر كان عندي حرية الحركة، وقفت على الساتر الأول، ساتر اللي عبرته السرية الأولى، ساتر أعلى ساتر أواض كانوا بيلي راني، والله العظيم بشرفي للتاريخ وقفت على الساتر أبو ليث وباوع يمين ويسار، أول مرة نطبق تكتيك الكولوم المزدوج أبو ليث، ما مطبقينه بكل معاركنا، يا اخي تباوي حرتان يسار ويمين تريد تقضيهم، قد رفع معنويات مو طبيعي من غير المدفعيه اللي تركض قدامك تحفر تحرس بالقاع، معركه كامله. والامريكان اصلا مشترك له 6 ايام، ليه المصريين مشتركين ويا ايران؟ والله العظيم ما يصمدون، وبالحصاد هم ابو غزاله شلون كلام هذا؟ زين بس حقيقه جيشنا عظيم، بس قائدنا مطلطل، قائدنا مو خوش ادمي. زين هنا انا يعني من داسل على اسئله، لان دا اوجه الضوء او بقع على مكانات يحاولون يسرقون دوركم ونضالكم وقتالكم. هسه الاول نفينا انه ماكو تكريتي شارك واستشهد بالمعركه، الثاني ابو غزاله ما مشارك. قصة الأمريكان والأواكس واشتراكهم وقصف الفاو قبل ما تدخلون، هذا الكلام قلت لك هو هذا من باب التقليل للشأن. انت هسه اي شيء حاليا على الجيش الالكتروني يشتغل، اي شيء تجيب بيه قول اريد وطن، فينك تقول الا ثاني يوم يجمون بيتك، اي شيء بيه سياده قول احمد راضي خوش لاعب، الأب تنقلب صح، اي رمز بيه رمزيه سخطوه، اي اعلاميه تنجح يسخطوها، ما يخلون بعد شيء يطلع للعراق، ما تقوم لقامه جيوش الكترونيه متمكنه بفلوسنا. لذلك هم مستهدفين هذا، وشفت البارحه انت الترند متصدر، مو بحثين، ايش قد البحثين تحسبهم بالعراق؟ ايش قد بشرفك؟ نعطيهم 50,000؟ لا اكثر يعني اكثر من هالرقم، ايش قد تعطيهم؟ يعني ويا كل العراق شمال وجنوب انا يعبرون المليونين عندي. لا 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 اعتبر البحثيه الناشطين حاليا، انت شلون مليونين؟ ماكو مليونين يعني كاتباع لهم ناشطين، اي هم المعروف 50,000 تقريبا هيك عدد، يعني هسه هم ذول المصدرين للترند حاليا؟ مستحيل عمر، شوف المشاهدة، شوف الترندات، الله اعلم ما ادري يعني ملايين يا اخوي. فهي انا هسه انا مو بحثي، وكل متابعيني مو بحثي، يعني البحث ما يبقى يمي نهائيا، حضره
روح شوفهم طب الفيسبوك وشوف التعليقات. انا البارحه نشرت مال عده الروايه مالتي مال قبل ان نغادر التاريخ، مو قبل ان يغادرنا التاريخ مثل الاخ الفريق رعد حمدان، لا قبل ان نغادر التاريخ، احنا نغادر التاريخ يعني بالعكس. روح له واقرا التعليقات اقراها، ما كلها ناقمة على البعث، يعني ما معناها اللي احيوا الفا وربما يحيون المعارك الباقيه مو بس ناس مفتخرين باجدادهم مثل ما نفتخر بمثنى ابن حارثة الشيباني جدي طبعا ربيعة نفتخر بشبابنا واحفادنا يفتخرون بينا صح. يعني ما مزين احنا كره صدام نعم كره وطاغي وجلاد معي ما يختلف اي اثنين، لكن هل ساعدت امريكا ابناء بلدي نزفنا دم بالفاو الله يرحم اللي ماتوا من عندكم. هل امريكا ساعدت العراق بخرائط الفاو بالاقمار الصناعيه؟ ابدا. معلومات ممكن، والدليل الاسلحه الايرانيين عندهم الاسلحه الايرانيه طياراتهم F-16 دباباتهم امريكيه اسلحتهم امريكيه من سنين. ايران منين هذا العتاد لاسلحتهم؟ اذا دعم امريكي عتاد لو امريكا تكره ايران ما تعطيهم عتاد صح. فالمعلومات يطوها لإيران ويطوها للعراق، هذا واضح يعني كمعلومات يبيعونها بيع بالأقمار الصناعية. زين هذا واضح، لكنه والدليل وحتى العراق أمريكا ضربت سفينة إيرانية كانت واقفة بالبحر ساندلفة ومساندة يعني أكو هاي أنا ذكرتها مرة في فيديو ضربتها أمريكا ضربت اسطول كامل قبل المعركة. هسه صدفة هاي أنا ما أقدر أقول، بس ضربة الأسطول أمريكا ضربة الأسطول الإيراني اللي كان مقابيل الفاو. زين يعني حتى نعم. سؤال مهم جدا، واحد من الإخوان يقول أنا من المشاركين بمعركة الفاو ضربوا كيمياوي قبل ما ندخل، يعني من جانبنا الجيش العراقي ضرب الكيمياوي قبل ما ندخل الفاو قبل ما نحرره. لا بالفاو احنا ما ضربنا كيمياوي، الفاو اللي 88 86 ضربنا، طاحت القذيفة القذائف مال الكيمياوي طاحت بلوانا بالفوج الرابع على الجيش العراقي لوانا احنا ايه عبالهم عبالهم الواسقة وتأثروا ورمونا فطاحت بالفوج الرابع. الله الله دقيقة القنابر مال الكيمياوي طاحت بالفوج الرابع يعني عبالهم تأثرتوا فلين تأثرتوا يكتلوكم؟ ها؟ لأن هي هاي شنو هي سياسة صدام؟ شنو هي سياسة صدام؟ هي هاي يعني حتى بأمريكا احنا ببصية معركة الجيب المهلك فوجنا تقدم لمواجهة الأمريكان صدام قصفنا بالمدفعية شيء عجيب يعني كل المعارك هو هذا. حلبشة سقطة حلبشة ضرب الجيش والإيرانيين ضربهم كيمياوي، بس بال 86 لا ما ضرب كيمياوي، العفو 88 ما ضرب كيمياوي. ليش؟ لأنه كان واجب المدفعية الحقيقة هي لو تجي الحقيقة المدفعية هي اللي حسبت المعركة، لأنه عجيبة يعني المدفعية أنا ما شايف مثل هيك يعني هيك ولا راح نشوف، فما نحتاج كيمياوي. زين ليش السؤال سؤال مهم جدا واحنا شفناه بعيننا في وقته بالتلفزيون من دخل الجيش العراقي للفاو ما شفنا ولا اسير ايراني ولا جثه ايرانيه ما شفناها ما موجود بس طب القناه لانه احنا ما نقدر ناخذه. تدري شو مشكله تنسى شنو الارشيف ماخذه الاخ دريد وماخذه ذاك الثاني وحاط عليه لوك الاسم ماله منه المشيغن، لا نقدر نشوف الفيديو ناخذه ولا نقدر نحكي عليه، حاط اسمه عليه ولقات اثنين وحاط اسمه يمشي شيء زين، هذا شلون تاخذه انت؟ مو هاي الدوله العراقيه اللي دنعاتبها صارنا هوايه اللي هي هاي مؤسسه الاعلام العراقي او ما اعرف شو يسموهم الارشيف العراقي اللي عايفيه تنطون ناس معينين وعايفين احنا القنوات اللي نريد نارشف التاريخ ما نقدر نستشهد باي فيديو. انا اخذ هسه اي فيديو اطلعه قاعدين لي ركبه ونص، اي فيديو اطلعه يشتكون على القناه. صح يعني انت هسه هذا باو انا من خلاله فيديو مال معركة الشلامشة توكلنا على الله الأولى أروع معركة بالتاريخ
انا اشوف نفسي ويجن ودركوب ارد اخذها انشرها بقناتي ما اقدر. حاط عليها لوك وحاط له صوره من فوق صوره هذا ناظم الغزالي ومن جوا حاط لي هيك اسمه هيك زين شلون اخذها انا؟ صح عجيب يعني يا اخي يا اخي طينها هاي مالتنا مالتنا مو مالتك هاي مالتي انا اركض بيها ارشيفها انا عرقان وتعبان ونازل دم صح انا بيها ضحيت يا اخي مالتي انت مجرد مصور طينها ما يطيها حتى تقول لي يا اخي هذا هم اللي دمروا احنا ما عندنا ارشيف جاي لمن لقطات صغيره على مود ناسس ارشيف وهو مكلم لي ابنك وك عمي عدي يرقص عدي يرقص عدي يرقص هذا الشبيه مالته شبيه النعال اسمعني يرقص ما يحط عليه اليوم لا 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 اسمعني عدي يرقص شبيه النعال يقول هاي مالت الفيديو اشتكى علي هم زين الله اللي طمته بنعال وسكته عدي يرقص انت شنو امه اختل دائما هذا هو امثاله يعني هو هسه مثل عندنا احنا من نقعد يعني يقول له انت اجذب من اخو قواوه يعني رجال كذاب ما عنده شيء قدمه يا اخي حقيقه حقيقه هو رجال مسكين افضل انجازاته افضل انجازاته هو استفاد من الشبه بينه وبين بعيو هذا كل ما بالقصة والرجال ما عنده صح درنفيسيه شقلمبانيه سوالف بها تخدش الحياه والعجيبه لو صفحات وهميه لو صدق هاي النسوان التابعة النسوان مثله خدمة لا دقيقة دقيقة بنات وهمية. بنات خواتي أنا الدكتور والدكتور أنا تدري أنت الرجال يا أنا أقول لك أنا أقول لك أبو ماهر هن خواته وبنات خواته أنا أعرف إن عندي صورهن كليتن هن ذني اللي تابعنا هاي مسوي نفسها رابنزل وغزلان السامرائي وذي كلن قرايبه كلن بنات أخته وخواته أنا أعرفهم أنا عندي حتى مواقعهم عندي نعم قولت واحد هذا الرجال ما تعرفه شيء يريد يكره رغد ويكره ذول ربع ربع عدي يكرههم عنده خلاف وياهم ويكره ربع صدام ويكره الشيعة بس لسه بصدام ويكره الأحزاب الموجودة والعشائر الشيعية هنود جايين من الهند جايبيهم الإنجليز التقيس الدكتور هذا اللي يقول الشيعة أهل الجنوب جايين والهند شنو من دكتور تخيل انت هاي معلومات لا هذا مو دكتور هو لا مو اكو نوعين من الدكاتره هذا الرجال ما عنده شيء ابو ماهر انا من يعني انا من زمان تركته ابو ماهر ما عنده شيء جريمه اصلا يجوز هسه يجوز المتابعين من باب الباب الفضول يروحون له تجاوز المتابعين لا والله ما اسوي انا هذا ما عنده شيء قدمه مو ما انا دارد اشرح كلمه الدكتور كان يطلقها عدي صدام حسين علي قروني اليمه هاي كلمة أنا متأكد من عندها وأعرفها لأن قدام عيني صار الحدث فهو معتز بهاي الكلمة لأن عنده صورة هو دي يرقص عاد العقلة وراه دي يعزف وعدي موجود بالحفلة ومرته كانت وياه مرته الأولى ماكو على أساس كانت موجودة بالحفلة نعم المهم خلينا نعوفه الكلام اللي صار بقوة أنه موضوع أمريكا وتدخلها يقول لك أنه الجيش العراقي من دخل معركة الفاو ما لقى جيش قدامه حتى لقوا الأكل مالتهم الجنود عايفين ورايحين كأنه شيء متفق عليه طبعا يعوفوا منطقيا ابو ابو ليث هاي الناس اللي تسولف هنا مو مثل اللي عاشق اخي احنا انا سولفت البارحه قدمت فيديو على قناتي ريد يعني ريدت هذا الفيديو الثاني طبعا قدمه او الثالث ريد بس الناس تفهم طريقه بدي اوصلها فكره حكيت قلت احنا على الساتر منا الفجر والايرانيين على الساتر منا على طرف البحيره مال الملح زي. المسافه بيناتها 300 متر بنص الملح طريق طريق يعني بدي اوصلهم فكره يا اخي هذا المملح اللي بيها ماي الايرانيين لاكتها لوك بسنونه ماي ماي بيها ماي بيها ماي المملح بيها ماي ما بيها جنود الماي اللي هنا انقصفت المملح انقصفت وتمشي اليد قدام شلون السرفه انقصف انت بس تباوع ومرعوب من هاي مدافع متوحشه الايراني ما يبقى بالملجا ماله مستحيل وين لقيناهم؟ لقيناهم بشط العرب بشريط النخيل روح ادخل بس اكتب على اليوتيوب انا اي واحد مو يقول ماكو بس اكتب الاسرى الايرانيين في معركه الفاو 1988 يعني الجانب الايراني نشرهن؟ الجانب الايراني نشرهن؟ وشوف لا عراقي دري روح شوفه باليوتيوب اذا مو بالالاف وقبل
زين شلون ماكو؟ اكلهم نعم اكلهم لقي انا سمات ولقى ما يقول ابو 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 يعني انا هسه لو يجيني اشوف القصف يمشي علي بالمتر ابو ليث مطر مطر شايف المطر خطي يسموه عزيز الاخ تحيه لابو محمد موجود لمتابعينك بس قل له اشرح لي على المدفعيه الخطي الخط شنو هو؟ متر 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 خلاص متر ملافع لا في الملافع شلون يبقى؟ لو اكبر جيش بالعالم ما يبقى لو اكبر جيش بالعالم ما يصمد زين. طبعا ما يبقون وين راحوا هم؟ وراحوا وتوقفوا على شط العرب ومو هاي احنا اعطيناهم مجال ينهزمون صدام قال للقاده قال لهم تركوهم يطلعون هواي عبروا احنا نقدر نقطع الجسور بالطيارات ونحصرهم لكن هواي منهم راحوا اللي بقوا هاللي موجودين ناشرهم دريف هذا كله تقليل من قيمه اللي صنعناه من يعني انا اردى حاجه بس احفادنا واولادنا شبابنا اولادنا هذا تقليل من قيمه اجدادكم هذا مجهود مو مجهود صدام هذا مجهود العراقيين الابطال النشامه نفسهم اللي قاتلوا بذيقار هم احفادهم اللي قاتلوا بالفاو صدام ما نشتريه بدرهم والله ما يسوى عندي جنح بعوضه لكنه دماءنا نزفناه هناك هذا الحملات بأنه تقليل من قيمة العراقيين وجاي يقولوا يحاكون أولادنا يحاكون الجانب الغبي عند أولادنا وأحفادنا يقولوا لهم خلوا بالكم أنتم ما تقدرون تقاتلون لا نقدر نقاتل نقدر أولادنا انتبهوا هاي الجيوش مغرضة يردون يطلعون العراق جبان ما يعرف يقاتل العراق البطل اللي قاتل العراق صنع محارب من الله خلقه فانتبهوا هاي المفصلية دير بالكم دير بالكم يضحكون عليكم احنا قاتلنا وسوينا ما قاتلنا صدام عسير ابدا قاتلنا من اجل بلدنا ونفس العملية من طبق الامريكان احنا حقدنا صار على صدام حسين اكثر لانه بسببه هو جرجر علينا جاب علينا المجانين احنا كنا عايشين احسن عيشة هذا الموضوع فليقول هالشكل هذا رد يقلل من جهودنا وانا باحترامي لك انا قناتك ما اسمح لاي واحد يقلل شي يريد يسوي يشتكي عليه خليه يشتكي مثل الاخ الضابط قال تشتك عليه كان قلت له ليش يشتك عليه قال اشتكي شلون تقول نجمة وانا ملازم اول قلت له عمي سهلة اعتذر قدام منك قدام القاضي واقول يابا من دخل الفاو كان ملازم اول مو نجمة على هاي تشتك عليه أنا هاي المشكلة اللي يشتك عليه هاي الحقيقة يعني ما نسمح لأي واحد يصادر جهودنا عندنا جيش عظيم ورجال العراقي أصلا الولد محارب يحاول يقلل من عندنا أبو ليث إحنا ما نقلل من عندنا نعرف أنه السوشيال ميديا مراقبة وتراقبة جهات دولية وإلها مارب نعرف أبو ماهر أبو ماهر إحنا نحطينا بموقف لا نحسد عليه كمؤرخين هسه ان قلنا انتوا ابطال ان قلنا انتوا ابطال وقاتلتوا راح ينحسب هذا جيش صدام والنصر كله ينحسب الى صدام ونظام صدام وفتره صدام وحكم صدام ان قلنا انه انتوا لا كنتوا مغصوبين وغصبا ما عليكم ومو ابطال هذا راح نبخس حقكم انتوا كمقاتلين قاتلتوا وبشراسه وقاتلتوا برجوله وبشجاعه هنا انت شلون تحل هالمعادله انتوا مو جيش صدام انتوا قاتلتوا في سبيل بلدكم بس السؤال انتوا كنتوا مجبرين انتوا كنتوا مو 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 تطوع مو تطوع الزامي كان الدوام مالكم صح صح فهنا شلون نكتبها بالتاريخ التاريخ الاحفاد اللي راح تجي ورانا شلون نكتبها نعم انا بالنسبه لي انت تسالني على صوره تقول لي ابو ماهر اشرح صورتك هاي الامامه اشرح للمشاهدين اقول لك ولد أسمر لابس نظارات وخلفه مكتبة بيها شوية كتب وحاطة وايرين بيض وصابغ شواربة ولحيتة بيضة ولابس تيشيرت مثلك أنا كان أحب التيشيرتات هذا رماني مدري كركمي مدري شنو لونه أنا أحكي لك على صورة من أحكي للتاريخ صورة أقول للتاريخ يا تاريخ إحنا نكره صدام صدام عدم ابن عمامي عدمهم عمامي عمامي بالكود الله يرحمه هجموا واحد نايب ضابط بالمرور
قاد المجموعة وضرب الفرقة الحزبية بالكوس الظهر الحمر عينك عينك ولد عم اللح لح شق المنشار آني وعدمهم وعدم ولد خالي اتهمهم بحزب الدعوة وأذانا من غير المضاعفات مال الحرب اللي أذت أرزاقنا أبوي مقاول صار فلاح أبو ليه من مقاول صار فلاح تأذينا بشكل من صدام لكنه تقول لي أبو ماهر احكي على الصورة أردك تحكي على الصورة الأمامي أقول لك جيش واجه جيش سوى كذا فعل كذا صار كذا هذا الموضوع تشيكي أنا أحكي للتاريخ يبقى التاريخ والأحفاد والأولاد والأجيال القادمة هي اللي تحكم إيش ننسبه هذا الواقع المن ننسبه القائد المعلن لهذه المعارك هو صدام حسين وجيش صدام حسين أنتوا المقاتلين أنتوا المقاتلين هذا الجيش هذا الجيش هو الجيش بقى وصدام العدم نفس الجيش هسه ضباطنا اللي ويانا أبطال المعارك هسه جاي يقودوا الجيش هسه حاليا رئيس أركانك أفضل ضابط بالعالم ما أقدر أحكي أبو ليه أفضل ضابط أنجبت المؤسسة العسكرية عبد الأمير يا الله العظيم قام بعملية ما أقول خلي يطلع تقاعد ممنوع من السؤال تحياتنا له قام بعملية لو رومل ومونت قمري بزرة لو بغزالة وقرايبه بغزالة ما يسوونه أنا ما أقدر أسولفه أبو جمال الغنام ضابط محترم هسه تعطيه جيش يأسس لك إياه يأسس لك أروح جيش بالعالم كل الضباط موجودين دول نفسهم اشتركوا أنا أبطال وين الجيش راحوا ويا صدام لا هل جاي يداومون هم اللي حاربوا الإرهاب وهم اللي من البداية طوعوا اللواء الذيب هم أسسوا اللواء الذيب وقاتلوا الإرهاب وتعرفت الإرهاب بيبعثيين وبي مدري شنو وبي كذا ما راحوا ويا قاتلوا البعث وناصر الغنام محسوب على الجهة الثانية خل نقوله بال يعني سني صح لكنه رفض إلا يصير ويا جيشه صح. يا أبو ليث يعني لو ناخذ ننظر للأمور بمنظار هذا المنظار لو جيش باق هسه هذا جيش يلا تحسب جيش من كل جيوش العالم هي بأمرة الحكومة بأمرة رئيس الدولة يعني هذا شيء بديهي يعني أي واحد يعرفه مو السؤال هنا انت كجندي تفتخر بصدام حسين قائد للجيش العراقي في وقته من هو تفتخر بصدام حسين قائد للجيش العراقي في وقته بس اسمعني وسجل عليه لا افتخر بصدام ولا افتخر بعلي حسن المجيد ولا افتخر بحسين كامل ولا افتخر بهاي الجروب مال تحت حسين رشيد مو كفو حتى طالع الدوري مو كفو حتى ماهر عبد الرشيد مو كفو يا ابو ليث هسه ليش خلي تحكينا يعني وتخلي الناس تزعل من عندنا احكي ناس عندنا شيء بالجنوب يحبون ماهر والله ماهر اسوا ضابط بالجيش العراقي اسوا ضابط وانا مسؤول على كلامي وبعد كم سنه اموت سجل عليه الله يبارك بعمرك اقاربه ما حاسبه يا اخي بالمحمره الخرق من عنده ما يذكروه الخرق من ماهر حاسبه بالفرقه الساسه وراح عدم جواب أسعد شيتنا عجيب أسوأ ضباط هو جمرنا غير ضباط قرايبه يعني أنت على حسن مجيد حسين رشيد شنو كفاءته يلا سوى بما دمرنا حسين رشيد بشرق البصرة دمرنا الخرق من يما صار بشرق البصرة يا أخوي مو كفوي صدام لا افتخر به وما حتى يزعل منه واحد حتى عدنا الخير الله عدنا متحفظات عليه بس التاريخ ما يذكرها مو كفوين ضباط اندثرة ضباط كفوة قادة عظام ما حطاهم مجال اندثروا إن أنا نور نور القلوب نعم. تقول لك هؤلاء قادتك قادوك لتظهر شجاعتك المجنونة يعني شلون تتكلم عليهم شلون هذول القادة مالتك اللي قادوك وطلعت هذا النضال مالتك ليش تحكي عليهم بما معناه شنو يسمع لا شيء شلون يعني اسكت يعني اقول خوش خوش حبابين طبعا سيئين يا المير هسه التاريخ هسه التاريخ لو تسالين كل العالم يا عيني يا نور القمر ما ادري ايش اسمي روح اسال اي واحد راح يقول لك علي حسن المجيد الدنيا محروقه هو قاعد يرقص له ميسون الراوي ترى اسمه ميسون الراوي هاي البنيه خاف ببالك يعني يا اللي يرقص وياها هاي اللي يرقصوا وياها اللي يغنوا وياها
زين وموجودة حاليا بربيل هي وبناتها. زين يا أخوي يا حبيبي يا عيل المصيبة مالتنا المصيبة هاي الناس فقرة ترى أنا أعذرها عمو عبر كان يا نور أو صفحة وهمية شنو ما أحكي شنو ما أحكي يعني ظل ساكت أني يعني أني أنسى شون عدم ضباط والله العظيم نجارك لو تسأل عنه أبو ليث ضابط تركماني فقير مؤدب انعدم برضه المعركة نعم. هو جاب لواء تعبان لواء مشاهد جابه من بجوي من هرسل ثلاثة أيام يلا وصل للفاو نعم. قالوا يلا طب وعدمه بالمعركة عدم فوزي عميد عقيد ركن فوزي أبو المغاوير أبو لواء المغاوير اللي ما أخذ النهار أنت ما انتبهت أبو لواء المغاوير اللي أخذها قائد فيرق السابع مو أخذ اللهور هناك قال محمود شكر شاهين قال ما جماعة الخير تعالوا المعركة هناك هذا هم أخذ هناك من رجع اللواء قالوا يلا رجع الفاو ما قدر الرجال الفاو واسعة وأرض دهلية رملية طينية مملحة بها شارعين عدموا عقيد ركن فوزي الله يرحمه أمر اللواء المغاوير عدموا عدنا ضباط لا بيها ولا عليها منين هذا فوزي منين فوزي هذا العدو الله يرحمه شلون فوزي منين من يامه كان الله يرحمه والله ما اعرفه بس هو عامر روال مغاوير الثاني عامر روال مغاوير الثاني انت مالك شغله بحكي الضباط ترى الضباط كلهم خابروني وزعلوا علي وجوا يقاوموني انا فندت اقوالهم من طلعوا بشهاده الشهادات خاصه مع الاخ الدكتور نص كلامهم مو صحيح ما موجودين بالمعركة يعني كانوا يعني طلعت كذبهم اللي يظهرون بشهادات نعم خاصة نعم وانت تدري وطلعتها فيديوهات وذيش القناة اللي تهكرت وخابرت ناس قالوا احنا ما نقبل وراحوا الشيخي الامير هو هذا امير الضابط ابنه خابر شيخي العام شيخي قال له انا ماكو شيء عرف منا علاقة ماكو سنايم تنص على السياسة ابدا روح انت وياه وتدخل بها الاخ مهيمن الحسن سولفنا انا قال لي اطلب منك تغلق التعليقات الناس جاي تغلط على ابوي انت فضحتنا غلقت التعليقات يا اخوي زين ابو ماهر انا فنت اني ما حد يرضى ابو ماهر على دول الضباط الضباط عبالهم الناس غبيه وجوز مو هاي يجوز يطلع جيل وراي ويطلع اقوالي فندي يقول شو سليم ترى عنده هاي الكلمه غلط يعني هاي الناس يعني انا هسه احكي وعبالي ماكو افضل مني بس يجوز يجيني وراي يقول بو هذا ترى سليم يكذب عنده هيجي يلقى عندي اغلاط ويطلعها هم ذول الضباط من طلعوا هذا احمد راضي واحد اسمه احمد راضي طلع ويا هذا الدكتور ابو البرنامج المشهور قال احنا تقدم بائع الطرقاع ابو العيد قال ارجوك اعطيني وقت ارجوك انت ما طول يعني تفضل يا اردشبع قهري براحتك يا صديقي اي مجال هذا احمد راضي ضابط راد ركن ابن الوام طرقع لواء تعبان يقول تقدمت ومن تقدمت هناك انا بسربي الذهاب خابرني نزار الخزرجي عميد ركن قائد فرقه يقول خابرني قال لي احمد يمنا الصقر وين وصلت؟ وقلت له بايع الزلم التقاتل مو هناك انت والصغر قاعدين ناق قاتل بشرفك ابو ليل احمد راضي رائد ركن يقول هو نفسه نزار الخزرجي ترى عادم هواي نزار احنا كقائد انا احترمه لكنه عندنا هواي والتحفظات عليه كل الاعدامات صارت بفرقته 80% من الاعدامات مال الجيش العراقي الضباط صارت بفرقته يعني هو نفسه نزار لو واحد يحكي شوي عدمه نوف صدام يعوفه قال له تعال قاتل هنا ليش هو حكى هاي الرجال لانه عبال الناس ماتت وما يطلع واحد مثل سليم شرح مال تاريخ بس يتحرك على المعلومه مشت طلع لنا واحد ثاني قال مع احترامنا لا طبعا ذاك صديقي لكنه مصيبه هي لازم يعني ايش يقول
يقول أني ودوني على الفرقة الثامنة وفرروني الفرقة الثامنة ودوني للتاسعة، من التاسعة ودوني اشتغلت بالفيلق الثالث، من الثالث ماهر عبد الرشيد جابني وياه وكان مريض عند تيف وقال لي تقود الفيلق. لك صديق كذي عجيب هاي العال، وهو معلف كتاب من حسب كتاب ما بيشي يفيدني أنا كمؤرخ، ما بيشي يفيدني وضابط. أنا أقول لك للأمانة الضابط الوحيد الشهادة تنوخذ وتعتمد كوثيقة مهمة وعبد القادر العبيدي ضابط رصين، بس هذا والباقين ضباطنا طلعوا. يعني واحد يقول هو كان نقيب عامر سرية، عامر سرية عامر حماية، عامر سرية عامر سرية حماية اياد فتيح الراوي وطايرين الكركوك، روح ابوك اسمع هاي السالفة الطرقاعه طاحت علينا ورايحين وين مسوين مناورة اياد الراوي قائد الفيلق الحرب الجمهوري وماخذ وياه هذا قال لي يلا وليد بشوي يسوي مناورة، طايرين من التاج الطيارة رايحين الكركوك، هناك من مستقبلهم؟ مستقبلهم سلطان جايب جنطة دبلوماسية ومبتسم قال تعال تعال، يقول جريدي كان يربطها بالكلبشة، كلبشة رابط بيها الجنطة الدبلوماسية وبيدي، وقلت له شنو سيدي؟ قال لي باوع وليد، ونقيب وليد هذا نقيب، قال لي باوع وليد هاي خطة الفاو سلطان هاشم نط الجنطة الدبلوماسية مال خطة تحرير الفاو، قال إذا ضيع العراق بشاربك وخطة الفاو بشاربك، وما الطهريات لا حط حبيده الشارع يصفق لله يا بطل يا وليد يا جماعة الخير سلطان شنو علاقة بالفاو؟ كله تسكت يا أخونا وليد الراوي سلطان شنو علاقة بالفاو؟ ما يجاوب، يقول عفوا هذا سليم فد واحد كذاب، هو كان جندي قال له لا تركي هو جندي جندي، بس جاوبنا سلطان شنو علاقته بالفاو؟ يقول هو المخطط مال الفاو، عجيب شو المخطط بالفاو هو قائد فيلق الاول ايش جاب الفاو؟ جمهورنا جمهورنا دائما اذنه اشمر ما ينتبه للتفاصيل وما يسال اهل الشأن، ولذلك زعلوا مني كثيرا من حتى فريق لكم صالح خزر خابرني قال انا جاوبت ترى كتبت له جاب اسمي وليد ويقول لي واد ثالث كان الشمال، قلت له عمي شلون تقول هيجي؟ فالقصد ما انه يطلعون عبالهم ما ترد عليهم، انا ارد بالنسبه لي واذا ما ارد بقناتي استخدم قناتك والله العظيم واستاذن منك قناتك ارد على اكبر واحد اي اكبر واحد ولا اخاف منه اصلا اي وقت هاي قناتك ابو ماهر ابو ماهر لا مو صحيح سؤال اخير على مود نطوي موضوع دلوقتي. الفاو لان ضيف كريم ونورتنا بهاي الحلقه الله يحفظك 50,000 اذا مو 70,000 شاب عراقي استشهد في هذه المعركه شلون نعتبرها نصر واحنا خسرانين هذا العدد لا هو النصر شلون يصير انت هسه مثلني بالمصارعة من يصارعون النصر شلون يصير لو من الخاسر يضرب القاع احنا مسألة ارض دولة جارة محتلة ارضنا رجعنا ارضنا هو نصر نعم لكن هو بثمن نعم الرسول بمعارك احد وبدر والمعارك واليرموك وطينا خسار المسلمين طو خسار النصر ما له علاقة بالبيادق النصر ينهي كل شيء تنحسب نصر بس هو النصر يعني النصر استفاد منه الكلاب اللي يقودون البلد اللي قاموا يتناقلون الخبر بيناتهم ويسابقون من يوصله الى صدام حسين ومن اللي يحصل انواط اكثر يعني انت سؤال ابو ماهر ابو ماهر انت من شاهدت التلفزيون من رجعت ورا المعركه وشفت الانواط وتكريم الضباط الكبار بالفاو من قهرت شنو قهرت ابو ليث مراسل عندنا مراسل انا ما ارد اذكر اسمه مراسل شايل امر شايل فراش امر سريع وهذا امر سريع هسه يسمعنا مراسل شايل امر سريع هسه امر سريع هي ثاني معركه يدخلها انا وامر سريع هذا امر سريع سعد 9 نواط شادهم زين وروح ابوك واستلم سلبرتي وكل المعارك استلم سيارات والمراسل ماله استلم سلبرتي شايل فراش واحنا ما استلمنا
هي هاي الدكتاتورية. السيارات من الكويت كل جندي بالحرس الجمهوري سيارة خذ العدو وربعة. انتم من ضحى وانتم من قاتل وانتم من كتب التاريخ. ايه احنا قلني هم من استفادوا. جير النصر جير ريا ابو ماهر جير ريا وين بيناحية اقول لك اجيره التاريخ جيشي جيشي تصنيف رابع عالميا وهسه يقدر جيش يرجع هسه يقدر يرجع يصدر المنطقة الى دولة ترجع هسه تمرين بشرفي تمرين هسه فرقة القوات الخاصة يسمعني فريق ركن غالب قمر والقرآن هسه لو يطلع فرقة القوات الخاصة تسوي تمرين بالحبانية إلا دول الجوار تهتز هذا التمرين تصنيف يطفر للثاني وأنا مسؤول على كلامي بالقرآن جيشنا عظيم النصر الجير جيشنا أما صدام راح للهوي ما لنا علاقة به كذلك جيش يعني صلاح الدين الأيوبي أسس جيش عظيم تعداده 150,000 طبيل أورشليم التاريخ يلعن صلاح الدين الايوبي لكنه كنصر بقب للتاريخ باسم من النصر باسم صلاح الدين ما لا بالعكس بسيوف العرب بسيوف المسلمين من 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 من, من جنيق اهل العراق ما اعرف انا قلت لك هسه المعادله كالاتي نصر ب 50-70,000 شاب عراقي مستشهد اكثر يجوز اكثر ابو رئيس رئيس محتفل هو المنتصر هو وقرايبه وولده ويا البنات الدايحات يدقون ويرقصون يرقصون من الصبح لليل ويا الدايحات مو هذا التاريخ على مود الناس تعرف انه هذا الجندي اللي كان يقاتل بالجبهه ما كان صاحب قضيه ومؤمن هو جاي مجبر للقتال صح ابو ماهر صح فهذا المجبر اللي قاتل بشراسه كونه هو انسان عراقي بطل صح. يعني شهم ينتخى تذكر الاغنيه اللي كانت تطلع لكم بالاذاعه مال للتوجيه المعنوي قبل ما تهجمون لو ما تذكرها كانوا يحطوا لكم اغاني هم مو بس اي بس يعني يعني احنا ناس عاطفيين اتذكر يا قاعد ترابج كافوري كانت هي بوقتها في 86 من وين؟ يا قاعد ترابج كافوري كانت هي المنتشرة ب 86 في وقتها شو اسمها؟ يا قاعد ترابج كافوري عساتر هالهل شاجوري ايه اتذكر وي غاني 86 وي غاني بس انا خلنا اسولف لك على الغريزة مال الحب الوطن وهاي المعلومة أول مرة واحد يحكيها للتاريخ تفضل سجلها يمك أينا. حتى أفهمك العراقي وتحديدا أبو الجنوب إذا أخوه المديدة على شبر بالقاعي كتلة وتقدر تقرأ تتابع الأحداث بالأربعة وثمانين أبو ليث الإيرانيين عبروا على هور اسمه هورمون النعاج يعني اتجاوزوا يمين ويسار هذا الهور كانوا فرارية هاربين مئات الهاربين بي من اجت الطيارات الإيرانية طيارات المروحية الهاربين رموا الطيارات الإيرانية ووقعوا منها ثلاثة سجلها يمك سجل هاي المعلومة الهاربين وانا مسؤول على كلام الهاربين زين شرفي الهاربين من جيش العراق قبل ايه البيهور فخذتهم العزة بالاسم وهم هاربين من الجيش وقعوا ثلاث طيارات من الجيش الإيراني صدام سمع بالموضوع شو اعتبر اليوم اعتبر الخدمة مالتهم اعتبرها خدمة خدمة رجعية ورجعهم للجيش رواتب خدمة ورواتب هذول شو يحركهم الهاربين يحبون صدام يعرضهم لا شو يمدخل صدام ما يحبون صدام بس أخذتهم العزة بالإثم أهل الجنوب أبو ليث أهل الجنوب والنعم أنا هسه يعني جذور الجنوبية أنا ما يهمني إذا كان إذا أبوي مو زين أبوي سكير ويعربد وسمعته مو زينة ما يهمني يعني الناس تحكي عليه يقولون أبوك سكير يعربد ما يهمني يحكون لأنه هو سكير بس ما اسمح واحد
يطب وياي يطب البيتي يطب البيتي ما اسمح يبقى بيتي يبقى بيتي مقدس اعتقد من هذا الباب والا يعني ايش تفسرها انت يعني ايش تفسرها فسر لي يلا ترى الشيعة هم اللي قاتلوا الايرانيين الشيعة اي نعم الشيعة حقيقة يعني وانا برايي ثلثين الحرب الرماية الناصرية العرب العشائر رماية الناصرية رماية العمارة رماية السقلاوية رماية القرمة رماية الهديد وهبد ذول العشائر جنوب الموصل هم ذولة انت والله مو جايب لي بالزيونة ناعم هلو حاط واحد منهم حاط شماغ عاش حزب البعث عاش حزب البعث ويبكي يتشكوا انتصار يبكي قلت وين كنت ما شايف هذه المعركة ما ادري وين كان حاط شماغ احمر نفس فقرة اي نعم مو مال قتال نعذرهم لانه ما متمرنين على القتل صح. انا برايي المقاتل المفروض يتمرس على القتل حتى يصير مقاتل محترف يعني شلون يتمرس مثلا انت عندك اعدامات مثلا الاعدامات تخلي الجيش يرميهم حتى يقتل حتى يكسر هاي الانسانيه يقتل الانسان اللي بداخله حتى يصير مقاتل هو اسمه مقاتل فاحنا وايد كنا الان من هاي المشكله اللي قاتلوا القاتلوا ايران رماية القرى رماية العرب العشائر ولد العشائر سنة وشيعة كرمة سقلاوية حبانية خالدية هبهب الحديد بهرز هاي المناطق ما كل مناطق العرب نعم. العشائر نعم. اللي تعيش بمجتمع واحد اللي تفتخر بالعراضة وعشيرة تقتل عشيرة الناصرية الجنوب الله يبارك فيهم الله يحييه للجنوب كلهم اهلنا انا استاذ نعم. والله ترسين الطق للرماية ذول الله يبارك بيك وبيهم الله يحفظك ابو ماهر اعتذر منك لا. اعتذر منك حبيبي شويه طلعت عن بالعكس احنا برنامجنا لايف وامام الناس ما عندنا تحفظات بالعكس هذا قناتك ونشكر وجودك ويانا وكل المعلومات اللي تقدمها وعندنا حلقات قادمة كثيرة إن شاء الله بوجودك أبو ماهر إذا عندك كلمة أخيرة أي نعم تفضل نعم كلمة أخيرة يمك نعم ما عندي كلمة أشكرك وأشكر الأخوان حتى بالتعليقات اللي يشتمنا واللي يسبنا أكيد هو يشتمنا ربما ما فاهم الموضوع أو ما يفهمني تحديدا الآن يعني أو اللي يفهم هاي الازدواجية ليش أنا أدعم جيشي هنا وليش أكره القيادة وهاي صايرة بكل التاريخ صايرة من زمن الرسول مرورا لحد الآن وعندنا أحداث فأني أقول من خلال قناتك يا عراقيين توحدوا اتركوا صدام اتركوه من يحب من كان يحب صدام صدام قد ولى اتركوه بعد ما يفيد انتهى الموضوع عيدوا بناء نفسكم رمموا جراحاتكم اتوحدوا لا تخلون الجيوش الالكترونية تلعب بيكم هذا سني وهذا شيعي وهذا كذا وهذا كذا توحدوا خلوا احفادنا من يكبرون يبنون بلدهم بيئة سليمة بيئة محترمة خل نغير مناهجنا الدراسية خل نأسس تأسيس صحيح خل نطلع من بلوة الطرقاطة تحت علينا اللي ما نقدر نطلع منها احنا مستنقع طائفي ما نقدر نطلع منها متخندقين سياسة عالمية وقسمتنا من 1400 سنة واحنا ما ندري واي واحد يطرق للموضوع يغلطون عليه من زمان متقسمين الدول الجوار ذكية جدا من زمان قسمتنا يا عراقيين انتبهوا تركوا هذا الموضوع اتركوا موضوع السنة والشيعة والشروقي والمدري منه اتركوهم جاي يضحكون علينا جاي يخربون بينا جاي يهدمون بلدنا عضوا على بلدكم وربوا أولادكم تربية صحيحة بنشأة صحيحة خلوهم يحبون بلدهم وعلموهم يبنون العراق أحسن من عندنا اللي احنا جيل انظلم وانسحقوا لحد الآن احنا بنظر الدولة خونة لحد الآن
زمن صدام كان يعدم بينا يجدر بينا، ولحد الآن إحنا يطول للهاربين رواتب وإحنا بنظرهم خونة ما عندنا أي قيمة بهذا البلد. شكرا للمتابعين وشكرا لكل المعلقين، مبروء الذمة اللي شتمنا واللي غلط علينا، وشكرا لك وبلي. الله يبارك فيك أبو ماهر والافتحية لك يا صديقي، ونلتقي في لقاءات قادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر أبو ماهر على هاي المعلومات العسكرية. أنا بالنسبة لي قناة محايدة، قناة عراقية ما تنتمي لأي جهة. أنا ما أريد يكون وياي ضابط كبير يشرح بطولات خيالية هو قاعد بمكتبة. أنا من أختار الإنسان اللي يوصل المعلومة اللي هو عايشه واللي هو شايفه، ويكون عندي مصدر أقوى مما يكون عندي ضابط كبير ينسب النصر إليه. أنا اليوم اختياري لأبو ماهر أنه يتكلم على موضوع الفاو. أبو ماهر شخص، الأستاذ سليم الشحماني صاحب قناة يأرخ ويدون كل ما حصل في حرب الثمان سنوات إلى متابعينه وإلى ناس يتابعوه أعداد كبيرة، ومهتم جدا بكل تفاصيل المعارك وكل اللي دا يتكلمه. أنا بالنسبة لي كإنسان عشت ذاك الزمن وأعرف التفاصيل اللي صارت، أنا خطي سياسي هو خط عسكري، أنا أحاول دائما أخذ ما يهمني كسياسة وكتوثيق تاريخي لتلك المرحلة اللي مرينا بيها. الخط العام اللي أنا أخذت من الكلام كله أنه أكو 50 إلى 70 ألف شاب عراقي قتل بهذه المعارك ما بين يعني سنتين إلى سنتين، يعني أقل من سنتين بشوية. ذول 70 ألف المعلن، طبعا الممعلن أضعاف هذا العدد، لأن صدام حسين كان يعلن أرقام كاذبة بكل الأحوال، دائما ينطي أرقام كاذبة على ما يبين هول اللي صار بالشباب العراقي. فخلي نقول 70 ألف شاب عراقي فقد روحه بهاي المعارك في سبيل تحرير مملحة ما لا تفيدنا، لا هي زراعية ولا هي إنتاجية ولا هي أي شيء، بس لمجرد إرضاء لغرور صدام حسين وإرضاء لغرور الخميني. هذا يقول أنا احتليت، وهذا يقول أنا حررت، وشباب إيران يروحون وشباب العراق يروحون الله يرحمهم إن شاء الله. السياسة القذرة اللي صارت بينا وبلدنا وصلتنا لهذه المراحل، أنا دوري كتوثيق تاريخي أبحث عن الموضوع السياسي أكثر من الموضوع العسكري. أما أكو ناس تدور شو إعلامي متأثر بمواضيع، لا، أنا بالنسبة لي هاي مو دور قناتي، قناتي واضحة الموضوع السياسي الخط العام. أكو ناس تشوه بالتاريخ، الرجل أنكر وجود أبو غزالة اللي حاولوا ينسبون نصر الفاو إليه، أنكر وجود تدخل أمريكي كقصف وطيارات وما أعرف شنو، على ما يقلل من هذا الجيش اللي قاتل في ذلك الوقت، جيش من أخوتنا وولدنا وقرايبنا. أنا ما لي دخل بصدام وقرايبة، أنا أحكي اللي دي قاتلون هم جنود عراقيين، كان ممكن أنا أكون وياهم، أنا أحد الضحايا بهذه المعركة أو واحد المقاتلين، وهواية من أصدقائي وأقاربي والناس اللي نعرفهم استشهدوا بهذه المعارك. الله يرحمهم، الله إن شاء الله يعوضنا خير كليتنا العراقيين. ننتقل إلى القصة الثانية، وبعد القصة نفتح لكم المكالمات. راح يكون ويانا إنسان عراقي همنا كان عسكري في تلك المرحلة ومر عليه الظلم، وبالصدفة كان في نفس الزنزانة اللي كان بيها الفنان نصير شمة في سجن رقم واحد في ذلك الزمن. فراح ينطيكم القصة مالته الآن وراح تسمعوها من عنده وشنو اللي صار وياه، وخلي نسمع الظلم اللي في زمن صدام مر على الشعب العراقي وعلى شبابنا العراقي بذاك الزمن. وخلي اللي هسه يقمز من ذول الشباب خلي يقارن حياته حاليا بهذا الجيل اللي انظلم بذاك الزمن. أخ محمود سلام عليكم. عليكم السلام أستاذ، الله يبارك لك ومشاهدينك والعراقيين كلهم، الله يحفظك ويبارك بيك أستاذ محمود، نورتنا في حلقتنا. سمعت الأخ سليم الشحماني ومداخلته؟ إيه، هو طبعا هو ابن صنفي، أنا بالقوات الخاصة هو بالقوات الخاصة. شنو رأيك؟ بالمناسبة هو دورة 88، أنا دورة 87. أنت قبله يعني؟ أنا قبله، بس إحنا نفس تقريبا الدورة. أنا كان علي، إحنا خلصنا أساسي وراقي، الراقم الصاعقه ما استوعبتنا فخلونا رجعوا له على الراقم مره ثانيه، يعني عندنا راقم مرتين، فصرنا يعني مثابه معلمين صاعقه. اي نعم.
هسه اخو محمود احنا ما راح نتكلم على موضوع المعركه ما راح نتكلم عليها. نعم ولو صوتك قاعد يقطع ما ادري صوتي والله ما اعرف. لا اني صوتي صوتك زين ده نسمعه. نعم انا اداره 87 قوات خاصه. اي نعم. كنت بلواء 68 قوات خاصه سقر قريش. زين. فكان كان على الراقي الله يرحمه العقيد وفاء العدم، انا كتبت لك لو يحاشوا على عقيد وفاء شلون العدم صدام. زين. عقيد قوات خاصه كان معلم صاعقه وبعدين نقل للواء 66 مقدم لواء وبعدين العدم بلواء 66. ليش انعدم سؤال؟ يعني صار سؤال ليش؟ والله صارت مشاده كلاميه، مشاده كلاميه. هو قائد الفيلق كان ساكت وصدام حسين كان قاعد يمه. زين. قال جمال، قال جمال العدة حماية. وفاء قال صدام حسين جمال العدة حماية بهالطريقة هاي. ها قال صدام حسين يعني جبان اللي عنده حماية. طبعا طبعا هالشكل احنا سمعنا الحكي صار نعترف على الحكي شان نقل ينقل بالقوات الخاصة سريع. يعني انا بس دقيقة اخ محمود. هالشكل شانك هجوم. اخ محمود. انا ما شفت وياه، انا شفت ب 68. اخ محمود. وشان ب 66. اخ محمود تسمعني؟ نعم. نعم نعم قاعد يقطع الصوت بس أجي سمعك شوي. الضابط شنو رتبته كانت هذا اللي اسمه وفاء؟ عقيد، عقيد قوات خاصة. عقيد قوات خاصة. المن وجه الكلام؟ قال من الحلة، من الحلة. المن وجه الكلام الكامل ساكت لو صدام حسين؟ طبعا هو القصف ودق عليه وقال لازم تبقى ولا قالهم ولا ما عندي اسناد ما عندي كذا، فصار مشاهدة كلامية بيناتهم من عقمه هو والمخابر ماله قدام جنوده. الكلمة المن وجهها مال الجماعات على هو صدام قاعد يخاطب قائد الفريق مسك كبير وياك مسك كبير وياك قال يا كبير وياي انا تحت المطرقة انا كذا فقال له جمال قال والله جمال عنده حماية اها الله يرحمه وفاة ترى ما يقل على ما يقل يعني عن عصمت صابر وما يقل على باقي الحاج حنطة احسن من عصم يعني قال كانوا اصدقاء صدام حسين الله يرحمه وكان ما كان صديق صدام حسين كان انسان راقي ومعلم صاعقه معلم مال قوات خاص. زين سيد محمود على مود نستغل الوقت وقصتك لان طولنا كل شيء يا استاذ سليم انت والله انا بالنسبه لي بعد معركه ماوس بعد معركه ماوس وبعد استشهاد والدي والدي خطيه موالي 46 الله يرحمه يعني راح راح باحتياط واستشهد من استشهد يعني بعد واستشهدوا جماعتي وجماعتي ورفاقه بالسلاح والدنيا مظلمة تنبوش كلش يعني اخ محمود دقيقه اخ محمود اريدك نعم. تسمعني انت وتتكلم تسمعني بالجيش انت وابوك انت وابوك بالجيش نعم. نفسه اي كنا انا وابوي عسكريين زين ابوك جد يعني انا والي 67 واثنيناتكم بنفس الجيش نفس الجيش شو تسوي هو كان خطيه حتى هو يعني كان طالع معين يعني ما عنده احد هو وحيد العائله لا حول ولا قوه ما عنده احد اخذ صدام خلي يسمعون اسمعني اخ محمود نعم. خلي يسمعون هاي الاجيال اللي قاعده هسه تريد زمن صدام حسين خلي يسمعون الاب والابن اخ محمود بس من اتكلم لا تقاطعني صديقي ومن تتكلم انا ما اقاطعك نعم نعم الاب نعم. الاب والابن في الجيش اللي يقاتلون في سبيل صدام حسين ويستشهد الاب الله يرحمه ويبقى الابن خلي نعم. يسمعون هذا الجيل هسه الجديد خلي يسمعون اللي كان يصير بينا بذاك الزمن اي اخ محمود شنو اللي نعم. صار بعد ورا استشهاد ابوك الله يرحمه فهربت من العسكريه هربت ما اقدر بعد ما اقدر اقاوم الوضع هذا التعيس البائس اللي ناس تروح بيه والدي شفته اللي كان انحايط ووقع فشفت الحياه مريضه فهربت فأنطوا عفو عدنان خير الله بال 87 اي 87 نطاع عفو عدنان خير الله اي أنطوا عفو اي نعم فرجعنا ناس رجعت للجيش انه يا برجع وهذا عسكري ولازم يا بعد ما تخلص الحرب الله كريم بعد حياتك فانا ما كان عندي احد كان عندي اخوي صغار انا كنت يعني اكبرهم وكان عمري 21 سنه يعني مو كبير بالعمر صغير انا صغير فالتحقت باثناء التحاقي من هو اجاني ولد صغير يعني قال لي هويتك قلت له شنو مو اكو عفو قال لي اكو عفو موجود قلت له بعد شنو تطلب هويته انت العفو تسمعني استاذ؟ اي نسمعك نسمعك الو اي العفو عفو اي فقلت له انت شنو تطلب هويته احنا بالقوات الخاصه يعني صعب واحد يلزم صعب جدا يعني يقاتل ولا يلزم صعبه يعني تروح مخفور يعني القوات الخاصه كل صعب زين بس هو لانه كان عفو وماكو داعي للمشاكل فرحت وياه
عادي قلت له مو عفو قال عفو ماكو شيء يا برا احنا فاحنا كم واحد رحنا كمل بالسياره واحتيالي فالسياره مشت بينا هوايه يعني مسافه وانا ما نعرف ان الاقصى ما عندنا يعني المنصور وهاي مناطق ما عندنا يعني هاي الانفاق ما رايح يعني بعد شاب صغير وما رايح لغاد فالظهر دخلونا على المخابرات العامه تسمعني صار؟ اي نسمعك اي عفو فالظاهر شو عرفنا المخابرات العامه يعني اكو قطع تصير بالحائط قال السيد الرئيس القائد صدام حسين ويكتبون جوله مع تعيات فلان شيء فلان مديريه فمن خلال هاي القطع عرفنا احنا موجودين بالمخابرات وهو من كان يصير مثلا يلزمون هاربين او تصير حمله كل الاجهزه الامنيه تستنفر هاي المساله ماكو مخابرات او امن او شرطه او انضباط عسكري كيف تستنفر بهالموضوع هذا احنا شنو ما نعرف احنا دخلنا على احد لابس بروه الشكل قالت هارب قلت له هارب وجالت حق بالعفو واكو ياي واحد في القوات خاصه هم التحق هم التحق مثلي حاله حالي فقال انتم هاربين قال يا هاربين قال ماكو عفو عفو موجود وارجع بالعفو وعفو سيد الوزير ولا عفو ولا هذا ذاك يجاوب العفو القائد قاعد على ابو صبره اللي ما نعرفه شنو اثناء هذا الحكي يعني هذا ولد القوات الخاصه قال انتم ما تحترمون توقيع وزير الدفاع قال اللي قاعد على الكرسي القاعد على الكرسي صاب غضب بيده عود وضربه على راسه خلى الدم ينفض منه لا حول ولا قوه العفو انا ما ادري اي والله اي فخلى الدم ينفض منه من كل مكان المهم احنا دخلونا بعد صرنا نصهم هاي قال خذوهم الحارثية هي الحارثية يعني الضباط العسكري اللي يصير برقم واحد يعني بالرشيد هو يسمون الحارثية اي نعم صح اي 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 فاحنا رحنا الجمل الاول الجمل الاول قالها متروس الجمل الثاني متروس هم خلونا هناك لقيت العالم قاعد تخليها بالجمل يعني هذا يعني زين هنا مو عفو هنا مو عفو ليش لقيت ناس هواية بالتوقيف مال الحارثية بالسجن وهو اكو عفو المفروض يطلقون صراحهم اي ما اكو لقينا ناس مكدسة لا ناس مكدسة ماكو ظاهر العفو طلع ملغي وكذب يعني العفو العفو اللي صدره عدنان خير الله كان مصيده لكم ملغي صديقي محمود هو مو ملغي هي خطة خطة من ولد العوجة ذولا صدام وعدنان وذولا النغوص احنا نعلن اكو عفو يجون يسلمون نفسهم يقول ماكو عفو نلقي القبض عليهم زين نعم بالضبط فاحنا حوالي بين 3000 واحد واحد فوق الاخ وأذية ومشكلة واكو ناس كانوا يعني اكو تستحق السجن واكو لا ابرياء اكو مثلا هذا اللي عنده دعاوى مدنيه وكذا وما يطيع عنوانه صح فيبقى مسجون يقول لك انا خاف مثلا اقطع عنواني صح واروح انعدم فما يطيع عنوانه صح وذول كانوا مقربين على الضباطيه وقليلين زين ناس قلائل يسمون المراقبين يعني كانوا مقربين على الضباطيه وياهم واصدقائهم المهم فاحنا بقينا هالشكل فاجانا قال له يابا يدخل على اللجنه حكي يعني جاء حكي قالوا يدخل على اللجنه نعدل اي واحد يدخل على اللجنه يدخل على اللجنه لجنه مال المستشارين من انواع المستشارين زين يدخل عليهم هو ينعدل فانا دخلت على اللجنه يعني حظي جابنا على اللجنه دخلت لبسوني هالشكل مناظر بس هي على شكل خرقه وصله بس على شكل مناظر في الربط لي ورا ومقيد ودخلت على اللجنة طبت سألني ليش ربط قلت له والله والد استشهد وأنا هالشكل أكبر أخوتي وكذا إيه قال والدك شيوعي الظاهر جايبين معلومات كاملة قلت له صحيح كان شيوعي سياسي يعني وكان وياكم جبهة وطنية ومو المهم ما صار الحكي قال لي أبوك خائن وكذا ما أدري شو قلت أبوه مو خائن أبو شيء ابوك يعني استشهد ابوك استشهد بالمعركه يقول علي خان بالمعركه ديل ها يقول علي خان بين كان شيوعي وابوي زين كان شيوعي اي لانه جابوا معلومات عنه بالمنطقه قالوا هذا شيوعي وما راي يودون معلومات تجي المعلومات قال بس انتم معلوماتكم متعاله شيوعيه
والد الشيوعي صحيح والد الشيوعي بس راح الحرب وقاتل واستشهد. فما فاضي حكي حكم بالإعدام. إعدام. حكم إعدامي. فالضباط الوراي نغنى هالشيك بالبندقية هالشيك دفعة قوية بالسبطانة قال يقول تعيش العدالة. أي عدالة اللي واحد يقولها تعيش العدالة. إيش قد طولت؟ إيش قد طولت المحاكمة ماتك؟ إيش قد طولت؟ ماكو خمس دقائق. خمس دقائق. يعني مو صورية. خمس دقائق والطوبيق قرار إعدام. إيه ماكو. ماكو خمس دقائق ويقولون لا عندك مشاكل كان ما عنده مشاكل جماعه صدام بس اخ محمود جماعه صدام يقولون صدام ما اخذ حقه بالمحكمه وما اخذ عداله وكانوا ضده وانت خمس دقائق والله العظيم انا محاكمته ما طولت اقل من ربع اقل من خمس دقائق اقل والله العظيم دقائق يعني زين اقل يعني اي قل ما أقل وإحنا هوايش إنه فكانوا يردون يخلصونا بسرعة واحد واحد يدخل مو يعني كل إحنا المجموعين واحد واحد ويقررون عليك إعدام ويطلع زين فرجعون المكان إلى للجملون هذا لم تلقى ناس وهذا بعد الوضع هذا إحنا منتظرين بلك الفرج يعني واحد ما يصدق إنه ينعدم أو هالشكل المهم ف. دول اللي كانوا مراقبين يحتجون على الناس يحتجون على المساجين فأنا ضربت يوم وصارت عندي مشكلة ويوم ضربت يوم فضربت واحد من عندهم زين فالتموا عليهم ضباطية أن غمى علي يعني فقدت الوعي فالظاهر بالليل مدخلين واحد سكران خطيه سكران وجاء طب جوه فضربوه بجدوره قتلوه موت لهم ضباطية والمراقبين لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اي والله اي مات هذا الرجل مات فاجى ثاني يوم امر الضباط العسكري قال انتم من شاف الحادث اكو ولد من فلوجه واحد تحيا سالهم يعني قال انا اقوم قام قال فلان فلان اللي يضربهم وهذا شاهد يمي انا ما شفت الوضع بس شاهدت لانه هو قال اذون البارحه زين اي قلت له اي قلت له هاي هم دولة فطلعهم اسم الفلاحي آمر الضباط العسكري اسم الفلاحي مش ما أعرف اسمه نسيته راح من بالي طويل هو ما أعتقد تكريتي كذا ما أعرف يعني مين آمر الضباط العسكري زين المهم فقال أنتم شنو باقين ست شهور وأربعة شهور القدماء ليش ما رايحين مسرحين أنتم اليوم تروحون لناطقكم وتجيبون تأييد من ناطقكم لا تنعدمون لا تسفرون اما هذول لزموهم بالعفو ولا دخلوا على المحكمه وتحاكموا وانتهى الموضوع بس هذول لازم تدزوهم ففعلا دزوهم بالليل بكونسترات ثاني يوم قالوا عزلونا هالشكل نص بنص يعني سووا نصين نص اخذوا المنشات صعدوهم بالمنشات انا من ضمن صعدوني بالمنشات منشأة بدون كراسي منشأة بدون كراسي يعني منشأة ما بيها كراسي زين اي احنا صعدنا بالمنشأة وشون قاعد للصلاة يعني شون تقعد للصلاة اي يعني هالشكل وواحد يجي يقعد بحضن الله واحد بحضن الله نقعد وانضباطية بها قفص يعني منشأة مجرد يعني خصوصا هاي الشغلة ف ودونا يعني ودونا مسافة بعيدة هي منطقة يقولون الحصوة بس ما أدري الحصوة مال كربلاء مال بيش من ناحية الحصوة اللي يوم أبو غريب أعتقد يوم أبو مال الغريب وحصوة إيه ما بس إحنا شو ندنجي ما نعرف زين فلقينا ميدان رمي ويش من عمدان اسمان عمدان موجودة اسمان عمدان أكو فأجوا يعني هم لقيناهم قبلنا أمراء وانضباط وعسكر ولابسين عزيتون وأنواع وياهم مؤمن يعني مؤمن يعني مال إسلامي مال يعني شيخ معمم. يعني شيخ معمم الشيخ معمم وياهم موجود إحنا المهم قرروا القرار ما أدري شنو هاي حوالي نص ساعة وجابوا الناس شدهم ربطوا اللي المعدوم من ضمن هاللي قالوا اللي كانوا مراقبين إحنا شفنا إعدامهم يسمونها مشاهدة زين مشاهدة إعدام اي هاي المشاهدة يعني اول مجموعة تقوم يفتحون اول واحد الموجود بالعمود يفتحونه هاي المجموعة تفتحه تخليه بكيس يعني مال نايلون ويخلوه بالتابوت والمجموعة تجيبوا له فتبوشات
كم واحدة من الأرض ويخلوها فوقها ويسدون السحاب ويدقون بشامير ويخطون على اسمه ونخليه بالإيفة بالإيفاض. البوشات تقصد الإيفة. تقصد مال الإطلاقة نعم. البوشات مال الإطلاقات مال الرمي الفرق مو في الفارغة مال الإطلاقات أي هي هاي تحطوها يخلوها فوق فوق الميت على مود قبضون فلوسه مو اي نعم نعم فوقها فوقها هاي بقت استمرت هاي الحالة كل سنين وأربعة كل سنين وأربعة زين. فبما أنه المراقبين ماتوا وراحوا فخلوا كل مجموعة عليها واحد كل مجموعة عليها واحد خاف يحتاجوا شيء واحد يتخربط واحد كذا يعني نقول له الانضباط يا بتلا عندنا تخربط هذا يريد يموت هذا يريد كذا المهم يفتحون الباب مرة باليوم على مود تكرم التواليت غسل ونجي أما هذا القمل قمنا نفلي عادي على مسألة طبيعية نسلى به نسولف نزع ملابس نقوم نفلي ما عندنا زين. فدخل واحد علينا ولد هم جايبينه ملغى القبض عليه من ذول الأشقياء ملقوا ذول التعبانين ايه فهذا يتعارك ويسوي ويهوش يا بقنا لست عالم يا خلق لها وتتوز تريد جقاير نشتري جقاير تريد تاكل هذا حانوس عين جبلة بس عفنا بحال العالم عفة تعبانة ترى وهذا أنا والشكل يسوي وأنا كذا وأنا قوي المهم فقلت له أنا راح أكتب اسمك أوديك تروح مشاهدة إحنا نرشحك تروح مشاهدة شوف المشاهدة قالوا شنو يعني أروح مشاهدة فمن صارت مشاهدة وديناه زين المصيبة رجع مسودا رجع مجنون سوج رجع مخبل رسمي لا حول ولا قوه الا بالله رجع قام ينام من البول يعني هو اول مره احنا ردنا نأدبه بس ما صار تأديبه ما عبالنا شكل الشكل يصير بي ما عبالنا ما يستوعب الموضوع ما عبالنا يشوف رجع مخبل يعني تخبل لا حول ولا قوه ما قدر يستوعب ايه فالمهم احنا بعد ما بها قاموا الوجبه ياخذوها يودوها للرقم واحد للقاعات القواويش مال رقم واحد احنا متابعين رقم واحد الجمل ونات بس هي حكم بالإعدام يروح ينقلون الجملون يذيعون عشبه وينقل الجملون هذا من ينقل الجملون ينتظر مصيره ينتظر يعني ينتظر يبقى مصير هناك هاي ينقلون الجملون انت هذا الكلام قلت لي نفس المكان كان بي نصير شمة قبل ما انت هو هذا هم كان بي هم بي اي كان هو عبي وحشيك هاي سالفته بس انا احكي لك على اللي شفته انا نعم. على شفت العذاب اللي انا شفته اي نعم ف الجبل هذا يعني بي منفس يعني مو في ذاك بيتقدر مثلا واحد يقدر يسبح يقدر كذا بي مجال شويه احسن من الجملون يعني اريح بي راحه شويه زين. وبي شويه ولد يعني اكو جلادين كانوا هناك واحد اسمه مزعل وواحد اسمه علي سويج هذول كانوا مجرمين يعني مجرمين دقيقه هذا مزعل هم اكو ولد مزعل بس دقيقه هذا مزعل ابن هزاع عنده ابن اسمه هزاع يمكن والله العظيم يمكن والله هزاع المزعل هو ابوه والله العظيم قالوا لي ابوه هو اللي كان يعذب السجناء هو مزعل واحد اسمه مزعل دمرنا والله دمرنا هو علي سويش والثاني واحد اسمه علي سويش هذا مجرمين بس مثل الوجه يعني كان طيب جدا يعني طيب وراقه خوش ولد يعني دير باله علينا شوي يعني من يصير أسبوعه إحنا شوي نرتاح اسمه رحم بالي الله يذكره بالخير والله رحم بالي يعني ليه طيب نسيته ما أعرف شنو المهم يعني كان يدير باله علينا شوية يعني خلينا مثلا نسبح نروح المرافق هي يعني احتياجاتنا العادية زين والله بقينا على هالفترة يعني هي هاي كل خميس العفو كل اثنين وكل أربعة يصير هذا الموضوع إحنا من نقلنا رقم واحد بعد ما رحنا نشوف مشاهدة قامت تصير ويانا المشاهدة تصير ذولاك يباعون علينا اي باعون عليكم او انتو تنتظرون دوركم للإعدام بعد ذولاك يباعون عليكم اي احنا بعد ننتظر دورنا للإعدام وانتهى الموضوع بعد ما عدنا شيء فقاموا انه مثلا كل 40-50 بالسنين وكل 40-50-60 بالأربعاء هاي اللي تروح يعني والله العظيم اذا صاحوا اسم واحد مثلا صاحوا الله يكفيك الشر نزار او محمود شك واحد نزار يوقع لا حول ولا قوه الا بالله شك واحد يوقع نوقع على الارض يعني نفس من الاسم الكامل نفس وصف اللي وصفه نصير شمه فنان
اي بالله العظيم يا يعني انت واقع انت ما يصير عليك الدنيا تسود بالوجه الدنيا اولا او اسود ظلم الاسم كانما يفوت بذنك كانما هو اليوم كامل الاسم من يلقي مثلا محمود شاكر هذا فوت يوم كامل عليك لما دخل اذنك مشكله كبيره يعني هول عظيم المهم اي فبقت هاي الاعدامات جاره احنا منتظرين وضعنا ومصيرنا هم يجون منتظرين انتم ان شاء الله مصيركم المحتوم يا ابا مشكورين رحم الله عليكم فاحنا ما نقدر نقول كلمه اعدام احنا نقول نسميها طاق بالذهن لان لفظها اسهل كلمه اعدام صعبه احنا نسميها راح يطقونا بالذهن باشر يطقونا بالذهن فلذلك انتشرت انتشرت بيناتنا العراقيين احنا اللي خارج اللي انتم السجن هذا طقوه بالدهن ذاك طقوه بالدهن يعني كتلوه راح اي لفظ اعدام لفظ اعدام صعب يعني لفظ ما نقدر نلفظه يعني باشر اعدام بعد مثلا نقول باشر اعدام لا باشرك وطق بالدهن هالشكل يعني بل الطريقه هاي المهم بقينا هاي الفتره باقين يعني منتظرين مصيرنا وتعبانين ومنتهين منهكين يعني وقليلة اوزاننا قلت انتهينا يعني هو اخذ من عندنا اللي اكو معسكر احنا بيه والمستشفى موجود مرات يودونا مضمدين يخلونا مغذي يعني مغذي لان ما تقدر تاكل ما تستوق بالاكل هو حانوت اكو موجود تقدر توصل على الحانوت تجيب اكل وتاكل بس شلون تاكل يعني ما تعرف اللحم منطقه يعني شيء اسمه لحم اذا جابه هو اولا الاكل مال مزفر ما ينطاق منطقه المهم اللي باكر ينعدمون يروحون المكان اخر مو بس المكان ما يقولون ما يخلوني يمنا يعني ما يخليهم يمنا مثلا صحوا اسماء من يصحوا الاسماء هاي ينقلون بغرفه ثانيه اخرى يشبحون يزينونهم يرتبونهم او يشربون بالضبط طلباتهم ويعدمونهم انا اتذكر ولد الله يرحمه اسمه رياض انعدم كان صغير كلش مالي فول ستين هذا يعني حتى ما صار له شهر من لبس بالجيش ايوه لان 86 لبسوا هم بالعسكريه فانتم 87 اي فماكو يعني قليل وكو والد اسمه غازي غزاليه الله يرحمه هذا هم شفته انعدم مسكين الله يرحمه مسكين والله هذا غازي يعني كان نزل مزيان وسبع بس وشان معروف الغزالي اذا تسال على واحد اسمه غازي غزالي معروف شان يعني قوي وهذا ومهم الله يرحمهم ونعدم واحد اسمه سيد حاتم رحم من بالي اسمه ابو حاتم مهم هم انعدم شان هو يمي يعني وياي احنا اصدقاء يعني شلون قاعد يسوى الشكل والله هاي بعد منتظرين والله قالوا لنا هذا جانا خطيب الفلوجة بهدوء قال لكم اجاكم الفرج يا بشوكوا شلون بالله الفرج قال شوفوا انتم هسه اليوم راح تطلعوا للساحه وجاكم الحجي والحجي محاكي السيد الرئيس عليكم وانتم تروحون تفتفون باسم السيد الرئيس القائد ولازم قلت له شوف قال لا احد يحكي ما اريد فرحه وصياح سكتوا وقعدوا هسه راح يصيحونكم طلعون بالساحه فهو وامر الانضباط سمعني استاذ؟ اي نسمعك امر الانضباط هو امر الانضباط الفلاح اللي قال المنصه صدق طلعونا برا ساحه كبيره وبها منصه وهذا رجال قاعد بعربانه واحد قاعد بعربانه وعليه شرشف خلينا عليه شرشف وقاعد وحكى الفلاحي والله العظيم اللي عيسى اصير عليه احد من موسى العلاقه المهم تهديدات وسب وفشار وما خلى بينا اي شغله معينه قال هذا الحج راح اليوم تتوسل بالسيد الرئيس على موتكم ومو على مودنا هو حج خيرات طلفاح هذا الحج طلفاح شر ابليس اي خيرات طلفاح هو كان اي هو قاعد بالعربانه طلع خير لا ترفع يعني حفاظا على ما يوجه ابنه الظاهر رايح معاه صدام حسين على مود محاكي قال يا ابي اطلعهم وكذا وهذا فالتحقون بالحرب المهم اول مره هو حكي اول مره زين يعني قال انتم روحوا موتوا بعز وكذا اول مره بكرامه
بعدين نزل علينا نزل والله العظيم ابن الشارع ميت. ابن الشارع يعني هذا هو خير الله. اي اي حد خير الله ترفع الادب سز اللي بقبق. اي 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 فما خلى بينا سكه شاروا غلط وما انتم عرفتم انتم تدافعون على عرفكم وانتم على الشكل عرفكم وتبقون ان يجي العدو الكذا على الشكل يسوي بيكم ومن هالحشا هذا. احنا بنروح قدام نفذيك يا صدام على الشكل يسوي يعني موت 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 صح موت محقق والله. يعني انا يا استاذ نزار شوف انه الانسان الانسان لاخر لحظه ينشد وهو بعد بامل للحياه ما صدق يموت الآخر لحظة لما تنطلق الرصاص عليه يلا إنه يعرف إنه يعني ينعدم. لا حول ولا قوة بل بالطريقة هاي إي بالله العظيم نعدم الشباب قطية لا مساكين لا أخذوا ولا أطوا. المهم سفرنا لوحداتنا وانتهى موضوعنا بس هي عشت أيام حياتي هي 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 إشقد المدة إشقد المدة أيام مريضة عظيمة والله. سيد محمود إشقد المدة بين ما ألقى القبض عليك هذا الناعم بالمخابرات الى ان يعني اطلقوا صراحك ايش قد المده ظليت؟ حوالي 3 أشهر. 3 أشهر اي لانه لما طلب معلومات تروح لاهلنا وتجيب طلب المعلومات من اهلنا وبعدين المحكمه حوالي طول الشهر بس الاعدام حوالي طول شهر ونص يعني شهر شهر ونص هاي كلها. ايش قد اعداد المشاهدات ايش قد اعدادهم المشاهدات اللي شفتهم بعينك عدموهم والله هواية لأنه الميدان الرمي بيه 8 زين 8 عمدان 8 عواميد ايه 8 عمدان ميدان رمي يشدون 8 مو واحد واحد. ايش قد الوقت تقريبا يظلون يعدون يعني احنا نطلع الصبح نرجع من المغرب المغرب ترجعون يعني على ما يقول الكلمة هذا كل اعدام هذا من يطلعون الفجر ترجعون يعني على ما يقول الكلمة وعلى ما المنصة واللي هذا يحشوهم الشيخ اللي يلقنهم يلقن المعدومين التلقين يعني الشاهد بوجههم في شيء مصدقه شيء مو مصدقه اكو واحد من يعتفل مره غلط على الشيخ يعني شلون هو ذكر لي اخ محمود اخ محمود ذكر لي هاي المواقف شنو اللي صارت ردود افعالهم هم ذول الدين عدمون الله يرحمهم يعني الله يتغمدهم برحمته يعني اكو واحد منعتهم اكو واحد فشر عشيخ فشر عموما عشيخ قال له شو قال له شكل قال له اللي سوى بختك يعني فشر عشيخ زين قال له شنو انتم جايبين بغنم احنا ابو اكو ناس السب واكو ناس لا والله يعني دخيل صدام دخيل عبيد دخيل قصي دخيل هالشكل قول صيح هالشكل ما يفيد ويجروهم رجال تسحل بس اكو ناس لا والله كبرياء يصعد ويوقف ويشد احتياجي ولا الي شغله هذا غاز غزاليه يعني والله العظيم من يعني صح كلمه كلش قويه قال انها مرجوحه الابطال الله يرحمه هذا البطل بالله الكريم يعني قال انها مرجوحه كان لابس سروال جوزي وقميص ابيض هاي ذكرها شدناها خلينا بالتابوت ودقينا بسامير وخلينا بالليلة غازي غزالية قال إنها أرجوحة نعم الأبطال نعم 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 هي شكل قال هذه مرجوحة الأبطال هو ناس لا والله هو غازي هم كان موضوعه هارب لو غير حكم عليه لا هارب خطير هم هارب هارب إيه هارب هذا بس مجرد هارب بس هو كان شقي بالغزالية ظاهر وكتب على المنطقة هو اللي تكتب على المنطقة ما يعدل أي واحد تكتب على المنطقة مثلا من عائلة شيوعية أو من عائلة دعوة هذا معدوم أو مثلا عدة سوء شروط أي نعدل ما بيعدل لا لعنة الله على هم كثر أنواع اللي نعدل يعني أما سياسة شيوعي أو دعوة أو سوء شروط سوء شروط هذا هم ينعدل الله أكبر كبير الحمد لله كثيرا وسبح الحمد لله نعم ألا لعنة الله على صدام حسين وعلى كل واحد يحب صدام لا حسين بلوة 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 مشكلة كبيرة والله مشكلة يعني أنا ما جاي أنا ما أرد أسبه لأنه خاف مثلا أخو واحد يحبه بس بالحقيقة هي هاي يعني هاي الحقيقة يعني أخ محمود هوايد يسألك أسئلة أخو محمود أكو واحد يسألك يقول أكو واحد اسمه فاضل عباس أبو خشم يسموه وياكم
والله مو واي اخي واي والله واي يعني انا بس اقول لك دول مميزين كانوا وياي يعني كانوا احنا كنا قاعدين شو نسمونه سوبر داشين يسمونه او كذا كانوا وياي مثلا هذا الله يرحمه ولد اسمه رياض انعدم هذا انعدم خطيه بيت ام الحبيبيه الله يرحمه من عشيره ثاني زيرج هذا كان وياي شفي يعني بيها اكل وياه واشرب وياه وكان صغير خطير يعني سؤال انت ليش بس بصدام ليش بس بصدام؟ نعم ليش ما اسب صدام؟ انت قلت ما اسب صدام؟ لا هي مو ما اسب اخاف يعني اخاف يعتبر جبن عليه يعني انا اكرهه لانه يعني بعد ما مات خلاص بس هو اجرامه هو يشهد عليه يعني تاريخ يشهد عليه والله يلعن اجرامه يعني كافي اي اجرامه كافي يا اخي مجرم 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 هاي الصوره يعني هاي الصوره اللي ورايا انت بالتركض ويا جماعتك القوات الخاصه هاي يا سنه وشنو كان مناسبتها هاي كانت دوره من مظلين هاي كانت دوره مظلين كانت دوره مظلين 86 مظل هاي دوره من مظلين كانت ومصورينها بيها طلعت على اليوتيوب شنو يعني نصير شمه ما كان وياك بنفس الوقت اجى بعدك لو قبلك لا هو احنا سمعنا موجود بس ما يعني ما تواجهنا ويا سوى موجود أكو يعني اكو يعني بنفس وقتكم موجود بس ما تواجهتوا وياه لا 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 ما تواجهنا وياه ما بس المهم يعني حاج بيجيب حاج ناس تعبانه يعني ذاك الوقت يعني لو امام يمك مالك علاقه بي يعني مالك علاقه بي يعني انا ذكرك اثنين اخوه كانوا موجودين اثنين اخوه اي اثنين اخوه واحد من عندهم قالوا عندنا واحد من عندنا ليش اثنينكم عندنا عندنا واحد وخلوا واحد يعني اثنين راح نعدم ها ما يصير يعني بس هم ما نعدموا يعني بصراحه من كانوا وياي يعني لما اجى خيرات الرفاح من طلعنا الحلو ما اجى خيرات الرفاح احنا معدومين بس خيرات الرفاح هو طلع انا واحد من الاخوان واحد من الاخوان من اهالي الغزاليه يقول لك غازي غزاليه الله يرحمه كان مدوخ الرفاق وهو معروف في منطقه الغزاليه كل الرفاق كانت تخاف من عنده نعم 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 الله يرحمه نعم كان موجود سبع وصاح هذه مرجوحه الابطال يعني رجال انا واحد يشهد بحقه يعني تاريخيا سبع زين وكان يعني يقعد وياي ونشرب ناكل الله يرحمه وحاتم الله يرحمه هم من عدم هم كان ويانا الله نفس المكان هذا بقطع 55 بالثورة منو من عندهم كانت أخلاقه أكو واحد كان مو موجود أخ محمود أكو واحد من اللي نعدمه وأخلاقه مو زينة كانت والله أكو وايد يعني أكو اللي نعدمه يعني مو أخلاقه دعاوى مدنية بس قليلين يعني أنا داحكي على هاربين دعاوى مدنية عندهم قتل أخ محمود بس انتبه لي نعم. أنا سؤالي على هاربين ما داحكي على محكومين قضايا لا 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 هاربين ما عندهم اي مساله خطيه هم هارب بس اكو مثلا يعني عندهم مسوي مشكله فهمين عندهم يعني قصدي اخلاقهم هم لا عنده جريمه ولا عنده مشكله ولا عنده اي مساله ينعدم يعني يستحقون الاعدام ما مسوين اي مساله ما مسوين اي جريمه ما مسوين اي مشكله والتحقوا بالعفو التحقوا بالعفو مال عدنان خير الله استحقوا بالعفو مال عدنان خير الله يعني انتم يعني هذا اللي قال ما تحترمون توقع الوزير هذا يعني هو يحكي صحيح لانه وزير الدفاع انت عفو وانتم كتبوا بينا ما يصير هالشكل يعني انا جاي مستحق انا مستحق رايح للاقاتم ليش هالشكل يسوون بينا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اخ محمود انا اشكرك جدا شكر جزيل اشكر تسلم بس انك هذا اللقاء على هاي مالتي اسمه ان شاء الله بعد الحلقه بعد الحلقه يعني اوعدك على باشر لي لازم انزل الحلقه واستقطع المقطع مالتك ان شاء الله الله يحفظك اشكرك رحم الله والديك الله يبارك فيك وانا اشكرك سيد محمود وتحياتي لك والله يبارك عمرك ان شاء الله الله يخليك الله يبارك فيك الا لعنه الله على صدام وعلى كل من يحب صدام الا لعنه الله على الظالمين الا لعنه الله على كل واحد يطالب برجوع هيك أنظمة مجرمة أذت العراقيين وقتلتهم اللي دي يتكلم عليهم هم أجيالنا هم أهلنا وأصدقائنا ونفس عمرنا عند سمعون مواليد 68 مواليد 67 وهاي المواليد ويكون أب وابن بالمعركة مواليد 44 مواليد 63 ما أعرف شلون سبحان الله
هي هاي الحياة وهي هاي. خلنا ناخذ مداخلاتكم، والله ما عندي قلب بعد يعني مشاكل الناس اللي دا اسمعها تعبت والله العظيم، والله العظيم هاي الايام انا كنت عايش بيها واعرف اللي صار بيها. خلنا ناخذ مداخلة ابو عبد الله لان رادي يتداخل ويانا حول هذا الموضوع. عنده مداخلة ويانا ابو عبد الله. ابو عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام. ابو رقيه انتظر وياي على الخط صديقي. ابو رقيه انتظر وياي. الو ابو رقيه انتظر وياي صديقي. اي ابو عبد الله تفضل يا صديقي. الله يسلمك. بعض تحيه لك وللاخ سليم الشحمان وكل المتابعين. هلا تحيه لك يا صديقي. عندي بعض عرف الفاضي ان اخذوها. اي نعم. احتلتها ايران سنة 86. طبعا صارت هي صدمة كلش قوية يعني داخل صدام وعند القيادة السياسية خلينا نقول، بحيث انه يعني فقدت توازنه صدام، يعني ما يعرف يسوي. يوميا كان ياخذنا يعني بين يوم ويوم، يوميا نروح يوم ونرجع بالليل او نبات ونرجع بالليل نروح على هناك القطعات. مرة من المرات، أول مرة يمكن رحنا أكو كان قائد هو نزل في طيارات مال صدام والحمايات وهاي وإحنا وياهم، فظل صدام يشوف لأنه ما عندهم يعني علم إنه راح يجي. وبعدين برا شوية إجا قائد هو الوحدة الفرقة أو الوحدة أو الفيلق اللي صار اختراق عليه، أتذكر اسمه سامي أو شوكت، أكو واحد اسمه سامي شوكت بس مو هو. المهم هذا إجا رجال ختيار مرتب إجا أخذ تحية صدام كذا. صدام هناك وكان ينزل لك على هذا القائد رزله رزاله زين تسوى ليش يعني لبسته بهدومه صارت. قال له هاي انت الدنيا مقلوبه وزين والتراب معججه وانت تجيني سابح ومرتب ونظيف ومشيط زين وحتى شعرك مدهنه زين. ايه رزل الرجال هذا الرجال ما بعد ما إلى يعني ما يعرف شيء يحكي شي يعني. وذاك الرجال ضابط عسكري كان؟ نعم ذاك الرجال ضابط عسكري كان يعني رتبة كبيرة. إيه إذا أقول لك إيه قائد إيه يا أما لواء يا أما فصدام إيه صدام فريق. رزل لأن لابس أنيق وحاد دهن وممتر بنا هدومه صح؟ ايه صدام كان لابس منجه صدام منجه كان لابس متراب ابو عبد الله صدام من اجى بهاي الموقف كان مشط ولابس حلو لو متربن. لا طبعا مشط وحلو صاير وسابح وجايب الطياره تبريد وهاي طيارات الغزال الفي اي بي زين الهليكوبتر وكلهم جماعته والحمايات والمرافقين كلهم مرتبين ومعدلين واحسن ما يلام. المهم كان ما رزل هذا القائد زين حتى يعني همله هيك ظل يمشي برا حتى بيخلي يمشي يمه يعني زين ظل يعني كانه ظل مذله يعني مو طبيعيه. كنا يعني احنا يعني شفناها على الرجال. بعدين يعني بقى هناك وقام يستمع ويا غير جماعة ويخابر بالتليفونات ويشوف الموقف وكذا. آخر شيء يمن نرجع برا كم ساعة قال لهم خلي هذا القائد كلب شوف جيبوا ويانا. الله زين كلب شوف ويانا بالطيارة البغداد. فهم صار اللي شسمه يعني ممكن يكون أعدم لو حل عبس. لا هسه نحكي لك عليه. شوف المزاجات مال صدام هذا القائد العام للقوات المسلحة شلون كل الأمور يسمه كلها على المزاج وعلى الآراء الشخصية وعلى مزاجه يعني. المهم
نبدا كل مره قلت لك كل يومين ثلاثه ونروح مرات يوميه نروح هاي المناطق اللي صار فيها يعني يروح للمعارك المناطق الخلفيه ما تروح للاماميه لا لا طبعا كذب هاي بالاماميه كذب وما هاي طياره رادت تضربه وهو طلع يسوي هيك واذا اخو فاطمه وما ادري شنو هاي كلها كذب هاي كذب يعني مال اخو فاطمه هاي مال اخو هاي مال اخو مال انا اخو فاطمه انا بكتها يمكن بعد يعني نص كيلومتر عليهم والطياره هم بعد يمكن كيلومترين شفناها الطياره مثل يعني انتهى هي وين الطياره وين يفقد يعني شو اسمه صدام والرتب وكذا زين اي كانت معركه يعني كلش قويه صايره بوقتها ظلت تفتر هيك تفتر شبرا صاروخ صاروخ مو يعني باتجاه المنطقه اللي بيها صدام بس ما مقصود هو صدام بيها او كان بس نبش يعني زين اي فا اكو هيك مثل هم تله ف هذا شو اسمه اول سموه اخو فاطمه زين لوقي كان بالفحص الخاص زين بالفحص الخاص مال اسمه يعني يفحصون الغذاء ويفحصون المكانات وكذا زين وصاحب يعني يسموه بلي عاش اجى وشيت على اسمه على صدام وقعه زين نام على عليه زين اساس حمار زين هي الضربه يعني اقول لك يعني بعد تقريبا نص كيلومتر يعني شو اسمه وهي معركه كانت يعني يعني مو بالخطوط الاماميه هاي اول نقطه لا هي شو صارت نزار أيه؟ احنا قبل هاي الحادثه قبل يوم كنا هناك فرجعنا باللي رجعنا المغربيه هو دائما صدام يصير مغربيه يرجع بالليل ما يبقى بالجبل رجعنا للعماره هي بكتها كانت اتذكر زين اي رجعنا للمدينه ثاني يوم الصبح طلعنا على شو اسمه على نفس المكان ما شوف هاي الامنيات قلت لك عليها ذيك مره قلت لك الامنيات يعني هي تخربط الوضعيه زين الجماعه المرافقين والشو اسمه حسين كامل وكذا ما نسى قوية القيادات العسكريه قبل ما ياخذوا صدام ويودوه على شو اسمه زين طلع راحوا على نفس المكان يريدوا يروحون نفس المكان اللي البارحة كانوا فيه زين طلع هذا المكان ماخذته القوات الإيرانية محتلته زين وما يدري وقاد العام القوات المسلحة ما يدري ما متابعين شو اسمه يعني الموقف ساعة بساعة قبل ما يطلعون زين فيما رحنا هناك شو اسمه بعدين عرفنا القيادة العسكرية قالوا ترى هاي البارحة بالليل أخذوها زين هاي المنطقة أخذوها اللي كنا البارحة بيها كان صدام بيها وكذا أخذوها معركة كانت قوية إيه قلت لك هاي صار الطيار ضرب صاروخ وكان يربي يعني الطيار يفتر هيك ويربي بس مو مخصوص صدام لا زين إيه حتى ما يبين صدام ما يبين طاعه وأكيد الطيار ملحة زيتون وخاكي والقاع ملحة وشلحة زين وأكو بيها خنادق وأكو بيها تلال وكذا المهم هذا شو اسمه اخو فاطمه يسمى نفسه تشيت على صدام وقع بالقاع حمى على اساس زين اي صدام سجل هذا الموقف وسوى له سوى بطل صارت قصه اخو سوى له استعراض خاص وسوى له شو اسمه لقاء وبالتلفزيون وكرمه وكذا وما ادري شنو زين وهذا النبى متخبل باللواقه صارت الدنيا ما تتحمله زين انا اخو فاطمه حتى واحد وياهم صاحبه صديق مرافق مات صديقه هم اثنيناتهم يوميا فايتين لهاي الدائره وطلع احنا بالرئيس واحنا السيد الرئيس قال هيك واحنا امر السيد الرئيس واحنا خلانا مشرفين على هيك اخر شيء شفصه وطردوه وش اسمه وشفته مره ب 14 رمضان بالمنصور مفتح محل مال كرزات اخو فاطمه زين؟ أنا أبو عبد الله أي نعم هذا شنو استفادة ماكو هيك نزار أخو فاطمة استفادة فظيعة لليوم يصيحون بي ولد العوجع أخو فاطمة هاي مثل أنا أخو هدلة لا هاي بالضبط مال شو اسمه أنا بتاع الوزير مال عادل إمام ماكو من ينضرب بصبعة ويسوي له تاريخ يقلب الدنيا نفس الشيء انا نزار حتى هاي ما اخو هدله ماكو اخو هدله ثاني شو بيها وهاي تدري هي هاي مو عليهم يعني هاي مو القوله مالتهم مال عشيرتهم هي مو مال عشيرتهم انا اعرف فيها مو مال عشيرتهم لا هم روجوها هاي مالتهم زين اي
هذا اكو العشائر كلها، هذا اخو عمشه وهذا اخو باشا وهذا اخو صانه واخو ليلى واخو لولا، زين هم اخو هدله مو مالتهم، مال وحده من عشائر دياله زين، وهم وهو عجبته زين وسواها لهم اخو هدله مشاها لهم. المهم هذا القائد العسكري اللي اخذناه لبغداد زين، تمر الايام تمر الشهور يصير رئيس اركان جيش زين. الو وياك ابو عبد الله. يعني هذا القائد اللي كان مشيط ومسابح ومعدل نفسه وجاب صدام مشتف ايش اسمه اخذناه زين، هذا بلا فتره صار رئيس اركان الجيش. هذا عقليته كانت كلش متنوره وكلش مرتبه ويعني رجل مهني. اتذكر كانت يصير اجتماعات مع القياده العامه، هو يجي صدام وقال القياده العامه كان شو اسمه بالداخل قصر الجمهوري جوا القبه بالساحه القاعه الكبيره، فكان شو اسمه هو صار رئيس اركان الجيش مره اكثر من مره، كان يقول له صدام يقول له سيدي احنا هذا عملنا غلط، خططنا غلط، احنا منطقه يصير فيها اختراق، جبهه يصير فيها تفوق للعدو للقوات للعدو الايراني، ان احنا شنو معنى يوميا هذا الفوج نجيب لهم فوج داخل يوميا نجيب لهم فوج نجيب لواء وينباد ونجيب غيره وينباد ونجيب غيره، ليش ما نغير الخطط؟ خلي ياخذوها هاي المنطقه واحنا نحصن ونحتويها ونجهز نفسنا ونختار الوقت الاخر اللي نحررها به، ليش نظل احنا هم مثل ما يريدون الايرانيين؟ شندزلهم يبيدوها، هم صاروا الارض لهم، هم ماسكين الارض زين. المهم ظلت هاي الحاله مال الفاو وخساره الفاو وتراجع القوات والخسائر الكبيره البشريه والماديه والمعنويه كلش قاعد تشتغل ويا صدام، الى ان بعض القاده من ضمنهم هو هذا القائد قدروا يتواصلون ويا حسين كامل. حسين كامل قام شو اسمه حسين كامل بس فتره طق يعني قام هو شو اسمه يعني يجيب الخلاصات والشغلات الهاي صدام زين. ايه فقالوا له قنعنا سيد الرئيس انه يعوف الفاو هسه ويبدي بعدين تحضيرات جديده، هو جات واصلت له صدام هيك من الحكي كان يرفض، اخر شيء حسين كامل قنعه. اها اي ابو عبد الله للطرفه واحده من الروحات هاي قلت لك ايش اسمه ناخذوها ورجعنا احنا انا بالسيارات رجعنا ما رجعت بالطياره وقتها. الجفاف تعال شوف على الطريق تنقل السيارات زين، شو اسمه المعدات شو اسمه على طريقه التعاوني واحد وتعاوني خمسه يسموه هو هذا يقسم الفاو زين، يعني حاله تعبانه كلش والجيش مهزوم ومنكسر والوضعيه كل تشوفها يعني بس انت تروح تشوف يعني اطراف الفاو تشوف يعني معالم النصر او الهزيمه. نفتح الراديو مال السياره ايش نلقى زين احنا منتصرين هاي هزوجة واغنيه مشهوره قرت عيونك سيدي رايتك قرت سيدي طولا نقرونك هاي الاغنيه ترج واحنا الخساره والجثث والالاف الكيلومترات اللي راحت من عندنا زين. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا يا ابو عبد الله اشكرك لين الاثنين، ان شاء الله تكون حلقتنا انا وياك نكمل سلسله ما بدانا انا وياك الله يحفظك. اشكر منك اعرف انت مواضيعك كلش هوايه، انا لو اعرف كان سويت حلقه كامله وياك على الفاول الاثنين المضى. يلا على الجايات ان شاء الله. ان شاء الله حبيبي ابو عبد الله الله يحييك. الله تحيه لك يا صديقي. قلنا لكم باخر الحلقه اريد نعرف ارائكم بهاي الصوره ونظره عبد الله بن الحسين الى عدي. يلا اريد تعليقكم، كل من يقول لي ايش داي يقول له بعينه، ايش دا يقول للعدي، ايش تتخيلون؟ خلينا نشوف تعليقاتكم شباب، لان النظره مو طبيعيه صراحه. اني اللهم اني ما دا اقول كل شيء، اني نيتي صافيه بس هي النظره مو صافيه. ايش دا يقول له؟ يلا شباب بما يوصلكم 30 ثانيه على ما يوصل الصوت اريد اراكم. يلا هاي النظره ايش دا يقول للعدي؟
خل اشوف طلعت اخو فاطمه كذب. ولك انت رئيس ايش؟ انت رئيس نعال. طيب يا الله حظك وحظ الزمن يذبك علينا يا كلب يا ابن الكلب. هذا عجل مضيع امه. لا انا على الغيب. بشر باو علي صح، انا على حسين يقول دي باو علي يقول هذا بشر زربه زين. هو هذا الخبل اللي خابصين به ممكن. خوشه. عمار يقول كاسر عينه. أباوع لك بحقد وبداخلي أتمناك. يقول له إلك يوم يا ظالم. يقول له اشتغل شون اشتغلك لو تشتغلني يبقبق ممكن طويل وهبل صح. مجرم ابن مجرم هاي عباس يقولها ممكن. يلا طونا بعد أراكم. أبو رقية عندك مداخلة ولا لا؟ الأخ فريد يقول إيش قد التخسيس يا عدي؟ لو تموت ما ننطيك بتنا لو تموت. هاي النظرة دي باع عليه. أي يقول له يجي وتزوج أخته، يجي يوم وتزوج أختك رغد، يعني قصدك هيك أبو رقية لين قطعت عنك الخطأ اعتذر يا صديقي. خلنا نأخذ أبو رقية بين ما أنتوا تكملون. السلام عليكم أبو رقية. ألو أبو رقية السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام أبو رقية تفضل يا طيب. مرحبا أستاذ نزار. حبيبي تفضل يا صديقي أبو رقية. أحييك وأحيي ضيوفك الكرام على حلقة اليوم. الله يبارك فيك. اللي ذكرتونا بها بطولات الجيش العراقي. اي نعم. وبالحقيقة كل الشعوب تفتخر بجيوشها، واحنا العراقيين نفتخر بجيش عندنا من 48 دافع عن الوطن وكان الحس القومي الى عالي، وحقيقة جيشنا يستحق الفخر. ذكر الاستاذ سليم البطولات اللي خاضوها العراقيين بمعركة الفاو. اي نعم. ولكن هناك سؤال يطرح، هل صدام ونظام صدام جاز المقاتلين وعوائلهم بعد انتهاء الحرب؟ لا طبعا. بيش جازاهم؟ بيش جازاهم؟ انا كنت مسجون لما انتهت الحرب العراقية الإيرانية. اي نعم. ثقوا بالله يجونا مساجين يجي فاقد الوعي مصفر، هذا الحكي الحرب انتهت صار لها ايام. ايش بيك؟ قال والله نزلت لأهلي كتني الوسخ واجيت بالبصرة اريد اغسل او اريد ادخل حمام لزماني انضباطية. قال انا ما ادري شلون انعفيت من الاعدام، اعدامات بالجمله صارت. الله يرحمه. هذا الحكي الحرب انتهت صار لها ايام. هذه هي المجازات اللي جاز بيها القائد العظيم للمقاتلين اللي دافعوا له 8 سنوات. بينما بعض الاخوان العراقيين اللي راحوا درسوا باتحاد السوفيتي، لاحظ الدول اللي تقدر مواطنيها بالدفاع عن الوطن، يقول لحد الآن لحد إلى يومنا هذا كل من شارك سواء استشهد أو حمل السلاح ضد ألمانيا دفاعا عن أرض الاتحاد السوفيتي أحفاده يتمتعون بمزايا خاصة إلى يومنا هذا، في الأسواق المركزية، في القبولات بالدراسة، في القبولات بالعمل، الدولة تقدرهم لأن جدهم حمل السلاح ودافع عن الوطن. صدام حسين يعدم الإعدامات بالجملة للناس اللي كانت تقاتل له. ما أعرف يعني أي معادلة أي كلام نقوله. بعدين الأخ اللي يحكي عن المصايب اللي شايفها لما رايح يسلم، ما أدري الناس شلون كانت الدافع لما نشوف هيج ظلم شلون تعبر عليها الترهات
انتم تدافعون عن البلد وهذا بلدكم، ليش هو بلد يقدرني؟ صح نعم صح صح. اما ذكرت استاذ نزار اذا تسمح لي شويه بعد دقيقتين تفضل يا صديقي بها مجال، والله هي نهايه نعم. الحلقه بس تفضل يا صديقي. اي نعم، ذكرت العفو اللي اصدر عدنان خير الله وزير الدفاع. نعم نعم، عدنان خير الله اصدر امر وزاري واني كنت مسجون وعلى اساس انشمل بي في بدايه عام 88. اجى ابو القلم قلم وحدتنا قرانا الامر الوزاري، من ضمن اللي مشمولين بي اللي يسلمون اللي كانوا هاربين ويسلمون، والمساجين اللي ما ماخذين الدرجه القطعيه يعني ما متميزين. أيوة. وحتى قروا اسمانه قالوا ان شاء الله ايام قليله انتم تطلعون، واذا بيها ورا يومين الجريده تكتب لا لا ماكو عفو، هذا خطا ارتكبه احد الرفاق الحزبيين قايل للناس السيد الوزير على اساس منطي قرار وراجع به، هذا خطأ ماكو أي عفو. طيب وزير يصدر أمر وزاري وبكل بساطة يعني تهينه وتفشله أمام الوزراء وأي وزير، أي وزير، مو وزير البلديات ولا وزير فلان، مع احتراماتي مع احتراماتي، وزير دفاع ينطي أمر وزاري وأنت تفشله وانت تلغيه، هاي اهانة للوزير. وبيها بعض الوحدات طلعت مساجينها، راحت راحت لأهلها مجازة، ومن رجعت رجعوها للسجن. من وراء ذاك العفو اللي لغاه بعد صدام بحرب إيران ما انطى اي عفو، لا بل شدد 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 حتى على المساجين، قال المسجون اللي هارب اول مرة بعد اهله ما يزوروه بالشهر مرة، بالشهرين مرة، واللي عنده أكثر من هروب بالست أشهر مرة. فنعم الله يرحمه عدنان خير الله انطى عفو، لكن اللي غاف قدام حسين وهذه إهانة كبيرة لوزير أبو رقية في تلك الدولة. أبو رقية الله يرحمه وقتل بيده هواي جنود عدنان خير الله. والله والله يا أستاذ نزار أنا الرجل ما شايفه، لكن من خلال معايشتي بالجيش الناس كانت تمدحه. أنا هم من الناس كنت سامع هذا الكلام بس ظهره. أنا هذا اللي كنت أسمعه. أبو رقية ظهره. أنا هذا اللي كنت أسمعه. ظهره ويانا هواية جنود أكدوا إنه هو كان يعدم بإيده الجنود وكان يقتل يعني يرميهم رمي بالرصاص. ممكن. يعني. ممكن. فالرحمة مجوز على أي إنسان أجرم بحق أي عراقي. الله يبارك فيك. والله يعودونا أهلنا وتربيتنا العشائرية نقول الميت الله يرحمه. لعد أبو الأهب هم نترحم عليه. أبو رقية ما عندنا هيك شيء، ترى هذا القانون غلط. المجرم ما دام ثبت إجرامه ماكو واحد يترحم له لأن ينحشر وياه. فأنا أشكرك أبو رقية والله يبارك فيك يا صديقي. والله ممكن الناس اللي حشت عنا ممكن، أنا ما 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 أنكر ولا أكذب، ممكن أقول ممكن. الله يبارك فيك أبو رقية، تحياتي لك يا صديقي. آخر مداخلة ابن عمي التميمي يريد يتداخل وديدوك صار أكثر من مرة، بدنا ناخذه على مود نختم وراها الحلقة لأن والله تعبت يا شباب، عبرنا 3 ساعات وشوية. السلام عليكم ابن عمي. السلام عليكم نزار. عليكم السلام ورحمة طبعًا الله. طبعا أنت إنسان شريف وطيب. الله يبارك فيك. أشكرك طبعا. الله يبارك فيك. انت هيك شفت عدنان خير الله، طبعا عدنان خير الله متفق متفق ويا صدام حسين ينطون العفو على مود يسوونه، ما صيده ما صيده للناس صح، يلزمون العالم صح صح. هاي طبعا استاذ سليم الله يحفظه، انا كتبت لك طبعا قلت لك ابو غزاله انا شفته بعيني، اجى وفد وزير الدفاع ابو غزاله المصري اللي راحوا بالمعهد مال بتروكيماويات بالقدمات الاداريه اللي سووها على اساس خطه، وطبعا الالويه اللي هجمت كلهم اول بدايه انطوهم بالخسار لان ضربوا الغاز الخانق، وهجم بعدين حرس الجمهوري عقب ما صفوهم الجيش العراقي والجيش الايراني اشتبكوا وصفوهم، وطب الحرس الجمهوري قالوا لهم ممنوع تجيبون اسير كلها قتلوها.
حتى الإيرانيين الأسرى رافعين إيديهم قتلوهم. أمر من صدام حسين مزار أخي. وبالنسبة هذا الولد أنا كنت مسجون عفوا من هذا الكلب ابن الكلب عدنان خير الله الله لا يرحمه من طلع عفوا أنا طلعت وبعدين لزموني بالطريق طلعوني وبعدين على كسروا القرار ودوني للحارثية ابتدني الحارثية يعني تم نفس الشيء يعني نفس الشيء صار بيك حكى مضبوط 100% وانا طبعا اشكرك انت انسان شريف وجاي تكشف الحقائق وهو الجريمه استك وشفت العالم نايمين ترى عدنان خير الله هو مشترك بكل الجرائم حتى ملك العفو العام وكسروا القرار ولزمون نحن بالطريق انا طلعوني انا لكيت طلعوني بالطريق كان جواني بالراجي ولزموني بالطريق ورجعوني زبوني بسجن كسروا يعني القرار. يعني تتفق وياي ان كانت خطه متفقين صدام وعدنان بهالموضوع نعم 100% هذول حسن السامع هذول شيء واحد نفس قتل هذول مزار هذول قتل مجرمين حسن لقية الله بالأنبياء وشي قلت انت اول ما طبيت على التيك توك بسرعة حضروا اي مباشرة ما طولت دقائق لانه هذول سفلة هذول سفلة هذول مترصدين كل واحد يحكي صح ويحكي على صدام انت صح. والله انت شريف والله العظيم الله يبارك يعني بيش اقازي الله يبارك هذا واجبي يا صديقي انا خادم لك انا حمايتك تتريد انا خادم الله يحفظك ويبارك فيك وكل اهل العراقيين سفل اجربالك من عندهم تحياتي نزار ان شاء الله رب العالمين مستمرين انا اشكرك ابن عمي والافتحيه لك القناه طبعا على الرئيسيه على اليوتيوب باقي لها 80 شخص وتوصل الى وين هنا توصل الى 54 الف متابع نزيد 1000 متابع خلال كل 3 ايام الحمد لله وشكر رب العالمين هذا اللي تشوفوه انتو كله بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله وشكر شباب بعد ما راح اقدر اخذ مداخلة يعني عبرت 3 ساعات والله تعبت الشحن خلص عندي التعليقات مالتكم على الصورة ما وصلتني كاملة ما اعرف فالمهم الشباب اللي وين الصورة صارت هنا تعليقاتكم اقوى تعليق اريد انه ما ماشي فتح حد الان اي تعليق قوي جدا اللي نقدر نعلنه ونقول فلان واحد نطانا هيك حتى حيدر اليوم نقاش صديقي ما علقت تعليق قوي حتى انت هي صار بي صار ما افتهمت المهم ما اعرف ما عندكم انا المهم اللي اشوفه دي باع له بنظره يقول معقولة الله خالق شيء خلقه استغفر الله رب العالمين هذا يشبه النعال المهم هذا لا هذا مو عنده شبيه مال تهم نعال مثله ألف تحية لكل أهل العراقيين الله يبارك بيكم الاثنين القادم حلقة قوية جدا راح تكون أحداث هواية من ضمنها راح نطلع سيرة رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني وراح أكون بمواجهة جديدة ضد حزب الدعوة والمستفيدين من وضع بلدنا الحالي على مو أني والله دا أكسر وأجبر إنه أني ويا صدام لازم ما أحكي ضد ذولا وإذا ويا ذولا ما أحكي على صدام هاي المعادلة هاي عد المرضى النفسيين المرضى الطائفيين اللي يتخيلون أني من أتكلم على صدام حسين أني معناتها أيد النظام الحالي أو أيد إيران أو أيد أي واحد ضد صدام حسين وإذا تكلمت على هاي الحكومة معناتها أنا أيد السعودية والأردن وأيد نظام صدام حسين أنا المعادلة العراقية اللي ما لها انتماء لأي أحد أنا أتكلم كل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى ويكشف الحقائق للعراقيين أتكلمه بدون حدود بدون خطوط حمراء بدون تحفظ من أي إنسان من أي واحد ما يهمني أي أحد الخوف ما موجود بقاموس حياتي أن جتي الموتة بهذا الموضوع وأني أموت في سبيل كلمة الحق الحمد لله والشكر أحسن ما أموت حالي حال الحيوان نايم أو خايف من الموت لا الحمد لله والشكر أواجه بشجاعة وإن شاء الله هذا الصوت يبقى صوت عراقي ومستمر بفضح كل إنسان أذى العراق والعراقيين أهلي الله يبارك بيكم الأخ بشير نزار هل الغناء كفر يا صديقي أنا قلت لكم أنا مو رجل دين طبعا هواية يلا اوكي راح اعطيكم مجال اللي تريدون تسالوني على مجال التوبه مالتي لان هواي ناس تابعوني
بسبب التوبة. راح أعطيكم ربع ساعة أسئلة عن موضوع التوبة مالتي. موضوع الغناء حلال أو حرام أنا بالنسبة لي ما راح أتكلم كموضوع ديني. أنا عشت الحدث، أنا امتهنت هاي المهنة وعشت بيها وكسبت من عندها أموال ووصلت بيها إلى مكانات اشتهرت والناس عرفتني بهذا المجال. اسألني آني وروح اسأل كل الفنانين، هل فلوسك حلال اللي دا تقبضها من الفن؟ روح أجوبة الناس الفنانين، شوف المطربين هم شي جابوك. أنا عن نفسي أقول لك ومو كرجل دين، كفنان عشت ذاك الزمن، فلوس حرام، حياة شيطانية. أنت راح تدخل بيوت الناس وراح تدخل من خلال التلفزيون اللي راح يتوفر لك وصوتك يوصل للناس، راح تأثر بمجتمع كامل. أكو بنات راح ينعجبن بيك وأنت ما تستحق تنعجب بيك، لو أنت لو إنسان عادي مثلا جيرانهم أو أنت تشتغل بمحل يمهم ما راح تباوع عليك، بس الظرف اللي تهيأ لك أنه أنت كتلفزيون تدخل ببيوت الناس يخلي هاي البنية تنعجب بيك. هاي البنية إذا كانت متزوجة راح تتطلق، يا أما راح تبدي تنتقص من رجلة تعتبرك أنت الأحسن والأفضل وفتاة أحلامها وتقوم تحلم بيك، يا أما بنية مخطوبة تنفص خطوبتها من وراك، يا أما بنية شابة ليفل طموحها يعلى إلى درجة تريد مثلا هذا الشكل اللي هي تتخيله ملك جمال، وإحنا كليتنا بالحقيقة ترى ناس عاديين. أي واحد يشوفوه بالتلفزيون ترى هذا كله ترتيب وفقط أمام الشاشة، ناس عاديين حالنا حال الناس، وإذا نمشي بالشارع 99% و9999 من الناس اللي شفنا بالشارع ما تنعجب بينا لأن إحنا ناس عاديين، بس هاي الفرصة الشيطانية هي اللي خلتنا ندخل بيوت الناس. أنا بالنسبة لي أعتبر الفن دمار للمجتمع، الغناء دمار للمجتمع، دمار للإنسان. يشهد الله أنا من غنيت حسيت انه اني دا اسوي شيء غلط، بس من تركت الغناء هاي الصعوبه هنا انه اني عرفت انه الاغنيه هسه مثلا اني اذا تمر من يمي اغنيه تذكرني بماضي اهلي اخوتي بيتنا جيراننا مباشره نفسي تتاذى تتجرح، يعني احس نفسي الدنيا قفلت اريد ابكي اختنقت. زين اني بدون هاي الاغنيه عايش طبيعي، بدون هاي اللعب بالأحاسيس الناس أنا عايش طبيعي، أنا ما محتاج أرقص وأقمز بالحياة، لا أروح أشتغل وبإيدي وأعمل وأقدم شيء لأهلي، ما محتاج أبكي على الماضي، الماضي مو ملكي، خلص راح أخذت من عنده دروس وصلت لهالمكان، أبويا وأمي ماتوا وماتوا الله يرحمهم كلتنا ميتين، هي الحياة إلى زوال. كل هاي الأحاسيس اللي دي يلعبون بها بمشاعر الناس اللي هي باسم الفن هي دمار وأذية إلى روح الإنسان البشرية. أنا هذا اللي أقيمه مو كرجل دين، كإنسان صاحب تجربة. منو عنده بعد سؤال؟ هل هنالك فتوى بتحريم الغناء؟ والله بكل يعني طوائف الدينية المسلمة، أنا ما أتكلم عن غير، ما أعرف، أنا ما أعرف بالديانات الباقية، مع احترامي للكل، الكل محرم الغناء، وموجودة أحاديث صحيحة إن كانت سنية وإن كانت روايات شيعية، موجودة الروايات كلها تحرم الغناء. لو كان الغناء حرام ما كانوا القدماء يفرحون بأعراسهم ويعزفون ويرقصون. ما عندك أي دليل، جيب لي فيديو بالقدماء كانوا يدقون ويرقصون، النساء يحتفلون. هسا واحد يقول لي أكو حديث عندك أنت كسني أنه في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا محتفلين، فروح أقرأ الحديث راح تسمع النساء محتفلين مو الرجال، ماكو شيء اسمه دق ورقص الزلم وما أعرف شنو وبطريقتهم ذاك الزمن. أما هسه راح أسألك سؤال أمام الناس وكل الموجودين اسمعوا مني هاي القصة الصغيرة. لما اتجهت إلى الجامع اللي بمدينتنا أكو شيخ لبناني، تحياتنا له ورجع لبنان، فمن سمع صوتي بالأذان وما أعرف شنو حكيت له القصة مالتي، قال لي يا أبا الليث، ما يسمين أبو الليث، يا أبا الليث ليش ما نسوي لنا فرقة إنشاد ديني وهاي الفرقة نلف بيها أمريكا والعالم كليته وهمينا بيها مصاري منيحة. هنا أنا جيت تائب لله سبحانه وتعالى، أنا مو فشلت بحياتي وما أقدر أقاوم وأستمر، فلذلك أدور أي فرصة. أنا سألت سؤال للشيخ وأريد كل الموجودين يجاوبوني، كل الموجودين هسه ويانا
تجاوبون هذا السؤال. عدا طلع البدر علينا، هذه الانشودة الإسلامية اللي كان الرسول عليه الصلاة والسلام بعد ما داخل إلى المدينة بالهجرة مالته، آخر يوم آخر ساعات دي يدخل إلى المدينة المنورة، رددوا أهل المدينة طلع البدر علينا. بعد ما دخل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة إلى يومنا هذا، إلى هاي الساعة، هسه ساعة بيش بأمريكا، ساعة بالخمسة وستعش دقيقة، وما أعرف هسه بالعراق لأن ثمان ساعات أو سبع ساعات بيننا، يمكن بالساعة باثناعش بالوحدة وشوية عندكم. انطوني انشودة دينية ثانية عدا طلع البدر علينا، انشودة دينية، انشودة دينية ثانية عدا طلع البدر علينا، على مود اني اليوم اروح اسوي فرقة اناشيد دينية. يلا تفضلوا سمعوني. يلا شباب سمعوني، اكو انشودة دينية ثانية صارت عدا طلع البدر علينا، خل اشوف اجوبتكم. ب 12 بالسعودية، اخ علي محمد مشتاق لك، السلام عليكم. يلا شباب جاوبوني بدون زحمة عليكم. الاخ حيدر ماكو انشودة دينية. حميد يقول لا ماكو. بشير يقول نزار خرجت عن اهداف قناتك. شنو اهداف قناتي؟ يعني انا قايل لك اهداف قناتي؟ ما قايل اهداف قناتي. عبد الكريم قاسم الشمري يقول لا يوجد. منير يقول لا. صباح يقول لا. شباح يقول لا يوجد. أنا ما علي البرشلوني، ما دا أقول لك بليغ حمدي وزمنه، دا أحكي من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وما بعده إلى يومنا هذا، انشودة دينية من ذاك الزمن تناقلناها. أكو أحد عنده يقول ما حد يجاوب، الباقيين ما نمتوا. ألو يا شباب نمتوا؟ شنو الموضوع؟ الأخ تيوتا اسمه يقول أخ نزار يعني موسيقى بريئة مثل موسيقى رائد جورج ليش حرام؟ صديقي الموسيقى قالوا عليها غذاء الروح، الروح يعني النفس، رب العالمين قال النفس أمارة بالسوء، القرآن يطمئن نفسك يريحك، أي كلام لله سبحانه وتعالى يريح النفس أكثر من كل. مو هي المشكلة أني اللي أنت تقوله أني كله عايشة أنواع الموسيقى العالمية أسمعها، أسمع كل شيء اللي أنتوا تسمعوه أكثر من عندكم، لأن أنا حياتي فن، أنا أكتب ولحن العفو ووزع. فكل أنواع الموسيقى هي تأثر على نفس الإنسان، على الروح الإنسانية. أنت كإنسان يعني سبحانه وتعالى راح طببوني موضوع رجل دين وأنا مو رجل دين والله، سبحانه وتعالى بالقرآن يقول وما خلقنا الجن والإنس إلا، اكتبوها أنتوا أنا ما جاوب عنها، إلا شنو؟ حسب التاريخ كان هناك خمس مغنيات في عصر النبوة، ما انطيني أغنية من أغانيهن. أنا قلت لكم انطوني أغنية، انطوني حديث، انطوني انشودة دينية أجاوبه. الأخ أحمد ما أعرف عليه من دا تتكلم أمير شيع، شنو ايش قال امير شيع؟ ما عنده فد شيء قاله يعني، ما 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 موجود اصلا قدامي. ليعبدون، صح ليعبدون، هي هاي. فسبحانه وتعالى خلقنا مو لهاي الاهداف، احنا اجينا في جيل التلفزيون اثر بحياتنا كليتنا. انا بالنسبه لي قلت لكم مو رجل دين والله العظيم، ولا اللي دخل بهذا الموضوع، ولا أنا حاط نفسي يوم من الأيام أنه أنا أفتي وهذا صح وهذا غلط، ما لي دخل. أنا دا أتكلم تجربتي، أنا اللي عشته. أنا الشيخ ورا ما أتكلم هذا الكلام وياي وقلت له ماكو أنشودة، قال لي يا أبا الليث بس أخذ هذا السيدي اسمع هذه الأنشودة
وانطيني رأيك بيها. قلت له والله يا شيخ أنا ما أسمع غير القرآن، ترجاني أسمعها وحلفني. فأني جبتها، الله شاهد فوق راسي، وأنا كل اللي دا أقولها هاي الحقيقة. شغلتها الإنشودة بالله شي يقول بيها، رفت عيناي شوقا ولطيبة وعشقا، هيش كلامها. حطيتها سمعتها مرة واحدة، غير تروح من إذاني، غير تروح من عقلي، شلبت. رفت عيناي، رفت عيناي، رف استغفر رب العالمين، رفت عيناي. نفس اللي صار بيه بالأغاني. شنو فرق القرآن واللي رب العالمين أمرنا بيه، وشنو فرقه بين الموسيقى؟ من أقول لك شلونك حبيبي، شلون أحوالك، مرتاح، كلمة عادية تسمعها وتروح. بس من أقول لك شلونك حبيبي، شلونك، مرتاح، بس لحنت الكلام راح رأسا مباشرة يأثر بالروح. اللي شلونك حبيبي، شلونك، مرتاح، كلمة روح تنساها، بس من تصير بلحن لا تطبع بالدماغ وتقترب إلى الروح وتعيش وياك. هذا الفرق بين الموسيقى وبين القرآن وبين الحياة الصحيحة. أنا هذا اللي أحسه، والله دعشي لكم يا لرجل دين، ولا أنا عندي هذا المجال. كتاب الأغاني، كتاب الأغاني لفرج الأصفهاني عنده يستشهد بي. أنت كمطرب شيء وسمعنا الأغاني نحن شيء ثاني، هاي حريتك حبيبي حازم. أنا ما أفرض على أحد، أنا قلت دا أتكلم عن تجربة شخصية، يشهد الله لا وصي على أحد ولا أمنع أحد. حتى في بيتي يسمعون موسيقى، يعني عندي هذا حفيدي كل مرة بشغله شغله ويجيني يحكي لي، وهذا يعني عادي، يعني ما منعتهم ولا كفرتهم ولا عيطت ولا صيحت. أنا عندي هداية من رب العالمين، الإنسان يريد يوصل لهالمكان بكيفه، ما يريد يوصل بكيفه. ما أعرف أتكلم عليه، الأخ أحمد يقول ما أعرف، أنا ما أدري، ما شفته. الأناشيد نفس الأغاني صح، بس يغيرون الكلام. بعد اللحن يطرب. الأخ حيدر يقول يعني كلامك عين الصواب. هلا بيك، هلا هم حلال. المهم يا شباب، أنا يعني والمغنيات في العصور الإسلامية، الأخ حازم والله ما عدنا يعني أي مغنيات في العصر الإسلامي، كل اللي صار نقل تاريخ كاذب. والدليل على ذلك أنه إحنا لو أكو تراث، يعني مثلا إحنا العراقيين توارثنا أغنيتين ثلاثة من كل التاريخ، اللي هن محمد بويا محمد، ما نعرف منو كاتبها وملحنها، يا الراكب على عبية، ما نعرف منو كاتبها وملحنها، منو عندنا بعد أغاني إجتي من التاريخ من التراث. ودل اللول يوم دل اللول، هاي اللي نسواننا الكبار كان يغنوها للطفل، هذا العوي والنحيب اللي كان بحياتنا. بس هي كل هالأغاني، أنا ولدت بمجتمع بالسبعينات كان اللي يغني سموه شعار، اللي عايشين وياي أحلفكم بالله، أحلفكم بالله، هل كان الفنان قبل الستينات والسبعينات والخمسينات والأربعينات محترم؟ اكتبوا لي نعم أو لا، اللي عايشين بزمننا. الغناء يورث النفاق في القلوب فاحذروه. فوق النخل صح، فوق النخل هم اجتنا من كيولية سوريا ووصلتنا. أديبة من العصر الإسلامي الحديث. أغلب أشيد الإسلام. هنا عرفت شنو اللي قاله هذا الأخ، اللي الأخ أحمد راد عليه يقول وصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام الحديث السابق، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنا بريء من كل مسلم
يقيم بين أظهر المشركين وأنا وأنت ليش باقي في ببلاد الكفار؟ سؤال مهم، ليش مسحتوا يا شباب؟ ليش غلطون عليه؟ أقدر أجاوبه بكل سهولة. ليش الرسول عليه الصلاة والسلام من اشتد على المسلمين في مكة قالهم هاجروا إلى الحبشة، إن فيها ملك عادل، وهذا ملك الحبشة مسيحي، مع احترام لكل أهل المسيحيين ديانة محترمون احترمهم، نصح المسلمين ومن ضمنهم جعفر الطيار عليه السلام، قالهم تروحون إلى الحبشة وتروحون لأن الوضع اللي أنتوا به خطر وممكن تقتلون. فالرسول عليه الصلاة والسلام هنا أخطأ. احنا بالنسبة ان انا عفت بلدي، ما عفت اجيت هنا أنا مهاجر وعاجبني اعيش هنا أنا ومتونس، اني اخذت عائلتي خوفا من الموت والفتن والقتل اللي صار ببلدي، وهذا معلن للكل، صار القتل للا شيء. اتحدى واحد يقول لي كان الموضوع طائفي فقط، كان القتل للا شيء، يا اللي الزبوب الشارعي قتل. فاني انقذت عائلتي من القتل والموت، اجيت لهنا أنا. قبل ما ادق باب الامريكان راح دقيت باب العرب، ويا ريتني ما دقيت باب العرب. الاردن الشقيق عاملني عم اليهود ارحم اليهود ويا الفلسطينيين يتعاملون ارحم ما تعامل الاردني ويا العراقي، والله العظيم. ولا دوله عربيه، هاي الدول العربيه كلهم اللي يدعون الشرف والاسلام وهم يتبعون الرسول عليه الصلاه والسلام ويا لتلزمه قال وقال، والله العظيم ولا واحد بيهم شريف فتح لنا الباب وقال تعالوا انتم طلعتوا من اجرام ومشاكل احنا نستقبلكم وكسرنا. هسه ما يخالف نقول كشيعة بالله عندكم مشكله وياهم كذابين، خلقتوا القصه على اهلنا الشيعة تتجاوزون عليهم وعلى عرضهم وعلى حياتهم، خلقتوا القصه. زين احنا السنه ليش؟ ليش ما فتحتوا بيبانكم وقلتوا لنا تعالوا عيشوا واكلوا واشربوا مجانا وطبوا بمدارسنا وهالي ان انتم بظرف مو زين؟ كذابين، لا اخوه عربيه ولا اخوه اسلاميه ولا كل شيء. فاني من جيت الى بلد اجنبي، بلد احترمني خلاني اصلي، ما منعوني من الصلاة، ما منعوني من ديني. انا اقول لك كمستقبل الي وكعائلتي مو زين. ليش؟ لان ولدنا راح يتعلمون ثقافة مو ثقافتنا، ولا احنا نقدر نندمج بهذا المجتمع. ونتمنى من الله اليوم يصير بلدنا زين باكر نرجع احنا، اذا مو اليوم نرجع. بس بلدنا بهالوضع وين نرجع احنا؟ كله بلد حرام، كله بلد ياكل حرام، تضطر غصبا ما عليك تروح لاي دائرة لازم تعطي فلوس، وهاي رشوة وهاي حرام. تعيش ببلد كليته سيارات وكلها بالبوق وبالحرام، لازم ما تقدر تلزم ابنك، ابنك فين يقول لك بابا احنا ليش فقراء وذولا عندهم سيارات؟ ليش بيت ابو فلان احسن من عندنا؟ شو تقول له؟ تقول له الله والرسول هنا أنا الفتنة اكبر من طبعك، اكبر من حياتك. فهذا جوابي لك، لا تستغل حديث للرسول عليه الصلاة والسلام تجي تطبقه علي، طبقه على نفسك. فالرسول عليه الصلاة والسلام اذا اني خطا يعني هو اخطا، حاشا. شلون يدزهم يم المسيحيين اهلنا يقول لهم روح يم الحبشة؟ شوية تعلموا الدين وتعلموا الاخلاق وال... هل غنيت مع خضير هادي؟ نعم، هي حفلة وحدة وسجلت وما اعرف منو سجلها ونزلت وموجودة حتى على اليوتيوب، واحد منزلها داشتك عليها مدى تنشال، حفلة وحدة. وهو الله يرحمه خضير هادي توسل بي انه يصعد وياي. هسه واحد يقول هو انت شنو قابل فلان وعلان؟ والله مو هذا السبب. اني اجيت عندي حفلة في نادي العلوية، كان عندي ساعة اغني، كان عرس، حفلة عرسها مو حفلة عامة. دخلت كان قبلي صاعد ويا دي جي اغانينا اللي هو المستقبل عماد، صاعد خضير هادي. اجيت قعدت انا وفرقتي بالقاعة البرة اللي هي المطعم ننتظر الساعة مالتنا بين ما يخلص. من نزل خضير هادي مباشرة اجى علي قال لي اخيك اني نزار خل اصعد وياك الساعة مالتك. أنا قلت له خضير أني اللون مالتي اللي كنت أغني بيه ما يرهم إنه يصعد أحد وياي، أني أخوك ودا أبني بيتي وأني محتاج وأبو الحفلة رايدني أصعد ساعة لأخو يضاعف لي المبلغ. المهم هو وأهل الحفلة ودي وعماد المستقبل كلهم طلبوا مني يصعد، وصعد هاي الحفلة الوحيدة ما عندي غيرها وياه. عدسات وصبغ بويا اني يعني كتبتها واني لحنتها، بس كانت الى مطرب عبالي يشتهر وما غناها واني غنيتها واشتهرت بيها في وقتها، وما ما ما اخجل من عدن يعني. هذاك ماضي اني رفضته كاملا، الحمد لله والشكر راح كلي تبشره. اني اليوم انسان جديد ومتبري من كل ذاك الماضي، الله ان شاء الله يحول لي كل حسنات.
انت حر والحريه وحريه شخصيه، انت اخذت المسار الصح والصح اللي هسه يسموه شعار على الفنان، لان السؤال سالتكم يا قبل شويه مو كل حديث يصح. الان انا مو قضيتي دين يا اخ حازم، انا ما استشهدت باي حديث، انا دا اجاوبك على الطبيعه على اللي انا عايشه. اشو نص رجال الدين باوروبا وامريكا ما حد قال عليهم حرام، صح كلهم دا يجون رجال الدين، والله الاردن يهود ولا احنا ما نتكلم على الديانه اليهوديه، نتكلم على اسرائيل كدوله يعني. يعني الغناء حاله حاله حال العرق منكر صح. كنا مستضعفين في الألم تكون الأرض الله واسعة فتهاجروا إليها، هاي بالقرآن الكريم صح. يعني مرة تذكرها لأن ما حافظها بالضبط. الحديث كذب وموضوع أخي نزار، أي حديث؟ أنا ما ذكرت حديث، أنا ما ذكرت حديث. لماذا هاجر النبي إبراهيم؟ صح، الشعراء يتبعهم الغاوون، هاي بالقرآن موجودة صح. يعني أنا اللي تكلمت يا شباب يشهد الله، أنا دا أتكلم كناصح للناس اللي يردون يسمعون النصيحة، اللي ما يريد أنا ما جابر أحد ولا أنا دا أفرض رأيي. أنا برنامجي توثيقي سياسي، من حكيت قصتي أنا واللي صارت وياي التوبة أثرت بالناس هواية، فأني من دا أشرح للناس، مو أني دا أجبر أو أني برنامج ديني، أني برنامجي ما له دخل بهالموضوع، بس اللي يريد يسألني عن تجربتي أني لا حافظ كل شيء بهالمواضيع وأحكيكم اللي أنا أعرفه. إن شاء الله توبة مقبولة. انت انسان مثقف وواعي والافضل تبقى في اوروبا في امريكا. ما اعرف ليش داز لياها الاخ علي محمد. الهجرة موجودة، انه انت انسان، انا جيت هجرة لهنا مو قصدي استقر، واني بسبب ظروف بلدي. اسألني اني لو ظروف بلدي زينة اسافر، كان انا حالي حال العراقيين، وانا اكو كان عراقي بالسبعينات الستينات يطلع لهاي البلدان يعيش بيها، ما حد يتحمل. اخ نزار تعجبني، انت انسان ديمقراطي وتحترم اراء الاخرين. ان شاء الله دائما انا احترم كل انسان حتى لو كان يعني ضد اللي انا دا اقوله. ظليت 4 سنين بالاردن، شوفوني الضيم والقهر، والله انا 3 سنين حالي من حالك. لو مو حليبك طاهر ما توصلت لهذه النتيجة، الله يبارك بك يا طيب يا استاذ حيدر. مو قلت لك خرجت عن هدف قناتك؟ اي صح، انا لازم ابقى مثل ما انت تريدني، ومثل ما يردوني البعثيين، ومثل ما يردوني جماعة الدعوة، مثل ما يردوني الباقيين. انا انسان عادي ما اتقيد بحدود ولا اتقيد باي موضوع، انا الموضوع اللي يجيني على طبيعتي اتكلمه. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن شاء الله رب العالمين يغفر لي يغفر لكم جميعا. الله يوفقك أخ منير. تحياتنا للجميع. أكو واحد ابن الكويت دخل بنصنا قام يسب ويغلط، شذاب يعني. نحن هاجرنا من لبنان إلى كاليفورنيا صح، واي هاجروا ترى، واي ناس يجوي بهاي البلدان بحثا عن الامان والمستقبل. يعني الناس دا تشوف ببلداننا اللي دا يقودون بلداننا ناس كلهم اغبياء. الله يحفظكم يا شباب، ما دا اشوف اكو اسئله. الله يبارك بكم، نلتقي الاثنين القادم. اذا عندكم اسئله بعد على هالمواضيع نخليها كل حلقه فتره اسئله نستمر بها. الله يحفظكم يبارك بكم، نشوفكم ان شاء الله الاثنين القادم الساعه 2 الظهر على توقيت شرق امريكا، 9 مساء على توقيت الحبيبه بغداد الحبيب العراق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بغداد لا أهوى سواك مدينة، بغداد بغداد.
بغداد لا أهوى سواك مدينة وما لي على أم العراق بديل وما لي على أم العراق بديل أنا اللي أريده من عندكم يا عراقيين موضوع الدين هو مشكلة بلدنا خلنا نعترف بيناتنا ونفتح قلوبنا ونحكي الحقيقة الإنسان إذا ما يقيم ما يقيم ويحدد الخطأ مالته والألم وين وما يحدد ويروح يفحص نفسه ويعرف وين العلة والله العظيم نبقى بنفس المكان ونفس المشكلة البعثيين وإيران وكل دول الجوار وأمريكا وإسرائيل لعبتهم بينا بالدين لعبتهم بينا بالدين بس هسه هي أو اللعبة الوراها اللي هي العشائر وراح يصيرون لعبة قدرة حشاكم كلكم بيد الخارج نفس الطريقة راح يستعملون ياكم فإحنا يا أما شعب مثقف يستحق الحياة ويفتهم إيش دي يصير يا أما إحنا راح نظل واحد يقتل بالثاني ويظلون يلعبون بينا طوبة والمليارات تنباق ونفطنا رايح وحاضرنا مستقبلنا رايح.